نحكيه على الوقاية، جينا احنا على الوقاية نكملوا على الوقاية. زين احنا ديما نقول قبل شهرين ثلاثة أربعة خمسة ديما معناها انا نشوف التي في، نهزم نشوف نلاحظ التي في ومن الاخبار ومن كل شيء، وديما نهيق الناس خاطر كما قلت المبدا نتاعي الوقايه خير من العلاج. انا امل سلام مواطنه عاديه معناها تبع هاويه كما يقولوا. بالنسبة للكوفيد 19 ولا اللي هو عافينا عافاكم الله مرض كورونا، من بعد من جانفي بداو العباد يتكلموا، معناها تكلموا شوية في ديسمبر عتي دي، معناها ما تنجمش تقول أنت ما علمكش إنسان ولا علمك، لكن أنت كي يخرج لك معناها الإعلام اللي المعلومة تحتاط وحدك، معناها الإنسان يخاف ويحتاط، ما قدش يستنى في شكون معناها يقول له ولا شكون يمليه ولا شكون معناها خطر مرة وما يحميك حد، تحميك نفسك وعقلك من جانبي. وقتها أنا واحدة من الناس خرجت حتى على الانترنت كتيبة كلام وكل تراه موجود معناها الكورونا خرجت، واحنا معناها مرض ما فهمناهوش معناها من الاول الناس، والناس بدات اللي يتمنوا يستهزئوا معناها عادي نورمال. حتى بعد وليت فما ايبيديمي والناس معناها اللي درجمها مرضت واللي رويريها معناها بنفس المرض معناها نتاع الجريجي، اذا كنت تنفخ الكل وراء خاطر الانفكسيون بيدها تسبب النفخ، هيك اللي يسبب ضيق التنفس وهيك اللي يسبب معناها حتى اللي يوصل للسكتة القلبية بعد اللي علينا. المفيد وقتها كي وصلت لإيطاليا بعد ثلاثة شهور الناس فاقت، احنا وقتاش اللي نتبعوا معناها في التي في ونتبعوا في الانترنت وكل شيء، احنا فقنا من جانفي يعني انا واحدة من الناس من تونس معناها ومن صفاقس تحديدا ومن سيدي منصور، قلت لهم الجماعة في صفاقس الكل قلت لهم حتى على الانترنت وحتى مش في صفاقس، قلت لجماعة تونس بعثت ميساجات لجماعة تونس العاصمة قعدوا يحذروا علاش جيتنا، باش نفهمك علاش جيت خفيفة ما وصلوا معناها إلزون ريكلامي معناها المالادي كان في بالقدا سيريوزمون خذاو بريكوسيون كل شيء كان في مارس 22 مارس. انا وقتها ديجا خبرت معناها خبرت جماعة الساقط في الديبو نتاع داني معناها، وبعد مشيت لتونس خبرت جماعة تونس بالحكاية هذيك. كل ما انسان تخبره قبل بشهر يبدا ياخذ الاحتياطات. شفت الذكاوينا الذكاوي معناها اللي موجود في انت تقول له راه انسان بسيط، صدقني انسان بسيط وربما مش قاري كيفك الميديسين وهي في حاجات اخرى معناها اي معناها مش قاري في المستوى هذاك، كل واحد والمستوى نتاعو، لكن الانسان البسيط خذ احتياطه ومعناها ما موصلوش المرض هذاك. علاش؟ على خاطر كما قلت قبل بشهر حضروا رواحهم نظفوا حرقوا معناها حرقوا الزبله نحاوا خاطر اول حاجه معناها في الملاجيز تنحي كل تنظف الجهه وبعد تصب الدواء نتاعك وكل حكايات معناها المبيدات هذيك اللي زاد تنحي الامراض وتقي روحك معناها ما تعطسش في وجه غيرك، تغسل يديك بالماء تباعد الجسد كما قالوا، هيك الكل راهو تحضر مسبقا، مش جاكم يوم اللي بثوه على التلفزه، لا هيك مسبق هيك قبل بشهر وشهرين، هما الناس تخدم شيء في صفاقس وشيء في تونس، حتى شيء في قروان زاده، بعثت البلايص الكل الاتجاهات الكل معناها انا ميساجات حتى على تليفوني، وبعد
معناها تونس الحمد لله خرجت منها سلامات. اوكي معناها الناس قاسيت من البطالة، لكن الجسدية معافاة. معناها اللي احنا عندنا 30 ولا 37 ولا 47 مواطن، معناها رجل كبير زادة مش حتى صغار، ماتوا معناها عادي في موتة عادية، يموتوا أكثر في زمن عادي، يموتوا أكثر حتى معناها الناس تموت أكثر معناها بالصيام رمضان وكل شيء. السناء أقل أقل، معناها برافو عليها وهيك كل التضافر الجهود. نعرف أنا علمت معناها علمت معناها كضميري معناها علمت الناس، لكن الناس زاد كانوا أذكى أو أكثر مني أنا، كي خذاو الوقاية معناها خذاو التطبيق. أنا يمكن خذيت التطبيق في بيتي في عائلتي في الناس حتى اللي معناها أخواتي وكل شيء، وحتى سافرت لتونس معناها وصيت الحكاية دي، وبعد رجعت رجعت ضد مارس قبل ما يخرج رئيس الدولة الخطاب هذاك. أما هو وقتها ديجا قبل شهرين في بالهم بالحكاية، لكن ثم احتياط نوع باش نفهمك اللي تقول أنت تكلم رئيس الدولة سواء متاع فرنسا ماكرون ولا متاع تونس تكلم مخر، لا هيك ما تكلمش مخر، هيك قبل بشهرين ولا ثلاثة الناس قاعدة تعمل في معناها تنظف، أما لكن ما تقولش، خاطر إذا كنت تقول يجيك حجر اللي هو الجرال الحجر الصحي فجأة تكون ما عندكش لا ماكلة لا حتى شيء، معناها حتى أوكين بريكوسيون، معناها ينجم يجيك أقوى من هذا أقوى من ذلك. دونك مادام خرجت في التيفي معناها يتسموا تكلموا. توا باش نكمل نعطيك المستقبل، خاطر أنا توا حكيت لك على الماضي، الماضي وإن شاء الله ديما آمنين الحمد لله سالمين بخير. إحنا كما قلت لك 37 نسمة مواطن معناها كبير في السن فوق 90 سنة، معناها ما ينجمش ما يجيه المرض ذيك ما ينجمش يقاوم. احنا تونس تسلف حتى في الدوائر، واحنا اول بلاد واحنا اللي عنا بديل معناها كلي خذينا احتياطنا في نوعيه انا شنو نتبع في التلفزه، معناها كي شفتهم بثوا الواحد سماه وقال اسم اسم المرض ومشي ديريكت في الديكسيونير ميديكال عندي. استنى وقعت اللوج انا على اسم المرض، اسم المرض هذا خطير معناه يلزم يقولك على اسم هو ديجا كي قالك برافو عليه في قناة يابانية قال على اسم المرض وباللونجلي، واحنا معناها لغتنا الثانية هي الفرنسية لكن اللونجلي سافا قرين وزادة معناها بالقوة. فهمت ليموسيون تيفيك معناها مش حتى جود مورنينغ ولا جود باي، ديموسيون تيفيك معناها كلي يلزمك تكون قارية ميديسين وباللونجلي، وهيك انا ما قريتوش معناها قريت لونجلي عادي. فهمت وحاولت باش مشيت فسرت المرض وشفت حسب الديكسيونير شنو اقرب دواء ينجم يمنعك ولو حتى شويه، مع انت قوه المناعه مع البريكوسيون مع الاحتياطات انك تبعد. وبعثت للناس الكل، ارسلت للناس الكل الحمد لله تعدت سلامات. توا باش نبدا، توا باش نحكيه في المستقبل. المستقبل احنا توا كلي معناها العباد تلوم في بعضها، الناس تلوم في بعضها على الماضي، لما على الماضي اللي مشى تطوي. تو لازمك تخمم في المستقبل، المستقبل شنو اللي عندك في المستقبل؟ فمن المستقبل هو أصعب، أنت حسب تجاربك الماضية المرض وين وقت جاء، مو بديه هكا من في جانفي ولا حتى يمكن اخر ديسمبر والناس مستوعبتش الدونجي نتاعو. فهمت دوك توجد في الشتاء في فصل الشتاء هكا ولا
الاحتياطات اللي نجمو نعملوهم احنا. انا نزلت هنا شفت اذا كتب كوري اللي صنع معناها اللعب للاطفال باوراق يدويه. ليه نبداو نحكيو توا نتلش نبداو نحكي كي نعتبروا احنا من الماضي شنو نعملوا. اذا كان نبداو بالسكسيون تاع القرايه نبداو بالقرايه خاطر حكايه الوقايه معناها عملناها احنا الوقايه وقت التباعد الجسدي وكل شيء عملناه. توا الوقايه او باش ما تقوليش ما تقولوش معناها ما فماش علم ما في بالناش. او انا واحده من الناس فيسبوك نتاعي وحتى على اليوتيوب مكتوب كل شيء مكتوب معناها نعم باللغه العربيه لكن تنجم عندك ترجمه تنجم تترجم باي لغه عادي على التهز وتحط في الترجم باي لغه وتاخذ احتياطك به. بالنسبة نقرأ لكم اللي كتبته ولا معناها نقوله ديريكت خلني ياخذوا المواضيع. للتقاعد لم تمنح المواطن تقاعد المدفوع مسبقا. التقاعد بالنسبة للموضوع التقاعد هنا الموضوع متاع التقاعد هنا حولنا الموضوع اخر خاطر الناس معناها يلزمها مورد رزق باش تاخذ احتياطها مش من لا شيء تنجم. بالنسبه للتقاعد هذاك راهو خلنا في ميزانيه الدوله خليوه في الاخر التقاعد خاطر يلزم الوقايه خاطر هنا باش تولي في الفينانس باش تحكي في الفينانس الصحه الساعه نشوفوا الصحه وبعد تنفهمك خاطر هيك التقاعد خلاصه القول مدفوع مسبقا الانسان كي خدم مسبقا به ودفع المنحه سواء معناها نتاع المنحه على المرض ولا على التقاعد مسبقا وتو باش يسترجعها معناها. اما انت كي تخلي معناها يلزم شكون منين باش يسترجعها من ميزانيه الدوله. ميزانيه الدوله يلزمها تخدم معناها حتى اذا كان اللي قبلك معناها اعطاك ميزانيه مفلسه انت يلزمك تخدم باش تنجم تعبي هذاك باش تراجع اللي عطاهولك العباد اللي هو معناه خدمه خدم عام 22 30 سنه مسكين وتعب باش الناس الاخرى تمتعت بالتقاعد حتى لل 100 سنه وهما ياخذوا في التقاعد معناها تجي تحسب التقاعد تلقاها هو خرج 40 سنه 50 سنه تقاعد عنده فهمتش والاخر قاعد من غير تقاعد الاخر ما ينجمش تو فهمت ولا ما فهمتش معناها لمئة سنة هو هكا وهو بالتقاعد نتاعك انت والاخر صحيح معناها مازال عنده أطفال ومازال يربي ومازال إذا كان معناها حتى 60 سنة ومعهما في الخارج يعرسوا مخر معناها 60 سنة يبدا عنده زوز أطفال نتاع 10 سنين تو فهمت لكن 100 سنة ولا عنده أحفاد عمر وهو ياخذ في التقاعد نتاع 60 سنة تو فهمت ولا ما فهمتش وعنده أطفال نتاع 10 سنين معناها يستحقوا أنك تقريهم وأنك تعتني بهم. هنا يلزمك تاخذ معناها موقف في حكاية كيف هكا يلزم كل واحد ياخذ حقه كل واحد هكا تفعلك نتاع تقاعد 60 سنة بدا من 20 40 سنة وهو يخدم يمنحلك في التقاعد نتاعو باش هو على القليلة يتمتع به 20 30 سنة أخرى فهمتش ويخلي لك 10 سنين فاضل لف معناها 60 وتزيدوا 30 سنه يجيك معناها بما فيه الكفايه مش تقعد حتى لل 100 سنه انت فهمتش حتى تاخذ نتاع غيرك زيد معناها دونك كل واحد ياخذ حقه. هنا بالنسبه للتقاعد كيفاش يجي الميزانيه نتاع الدوله لازم تكون ديما معبيه العباد ديما تخدم هكاك الدوره الاقتصاديه تدور. اما هذا توقف حالك في 100 سنه معناها ياخذ تقاعد وتقاعد غيره
وزيد يموت يورثها، ياخذ مراه صغيره زيد يورثها لمرته 40 سنة اخرى. والسيد هذاك اللي خدم واللي خرج من الاربعة متاع الصباح ومن الخمسة متاع الصباح، وناس تعرف قبل الناس خدمت بالباهي، ناس معناها كلي تعبت بالباهي، مش كل خدمة كلي ستيلو ورقة ولا حاجة، تعبت جسديا ومعنويا وكل. ينحي لك وزيد ما ينجمش يربي صغاره هيك اللي متاع 60 سنة. انا ما زلت الحقيقة، اما لكن نحكي عن الناس كوضع نحس بيه، معناها مش معقول كل واحد ياخذ الحق نتاعه. هذا بالنسبه للتقاعد، وكان غلطه قولوا لي، كان تقاعد حبوه يمشي اتور يا ترافير، ناس ما خدمتش وناس مش معناها وناس معناها ما تعمل في شيء، حتى العقل نتاعهم غايب. من شنو خايف انت عمرك 100 سنة؟ من شنو خايف؟ الموت جايتك الايمان بالله، معناها الانسان سواء كبير ولا صغير راهو الموت محتوم علينا، الموت معناها ما تحس شيء، تموت وانتهي الامر. اما غيرك هيك اللي باش يتعذب في غيرك، اللي معناه يقري في صغاره عمرهم 10 سنين وهو عمره 60 سنة وما نجمش ياخذ تقاعد، انت متمتع له بتقاعده، وزيد تورثوا للزوجة معناها 40 سنة اخرى، معناها هو زي يأيس من الحياة، زايد الخدمة. هنا وقفت الدورة الاقتصادية حد 100 سنة، قعدت في 100 سنة فهمت كيفاش؟ ما دارتش، ما تنجمش تدور الواحد، وتولي الدولة مفلسة وتنهار الدولة وتولي تغرق في ديون. هذا بالنسبة للتقاعد، دونك يلزمك تمول ميزانية الدولة والناس تخدم، حتى مش تقاعد تخدم، اللي عمره 20 سنة و 25 سنة هيك مستعد باش يخدم، قرا وتعب وشقى باش يخدم وباش ياخذ شهرية وباش يخلصك أنت في التقاعد، اللي هو زاد باش يكمل يدور، معناه يدخلك فلوس. تخيل انت قديش باش تدخل من عبد يخدم، وقديش باش يدخل للكاس، معناها يخلص التقاعد يبدا يسبق هو في التقاعد نتاعو كيما احنا سبقنا توا، فهمت كيفاش؟ هكا زاد يلزم معناها تنظر للحكايه هذه، معناها لو ما تقولش انه ما علمكش، هو معناها في فرنسا علمك، لكن زاد حتى انت عندك الحق، زاد حتى انت عمرك 60 سنة تحب تاخذ التقاعد نتاعك وتعيش مرتاح بعد تعب وشقاء سنوات. زاد مش معقول اللي عمره 100 سنة معناها ياخذ اللي عمره 60 سنة، هانو متمتع هو بالتقاعد نتاعه 40 سنة ومتمتع بالتقاعد نتاعه، سي ترو معناها زيد، وزيد يورثو سي با نورمال، المفيد حاسيلو. هذا بالنسبة للتقاعد، إن شاء الله تكونوا فهمتوا، وإذا كان أنا غلطة ما يسالش، نورمال عادي، هكا يولي القانون، معناها الإنسان يولي ما يخدمش، وهكا نتاع 100 سنة ياخذ حفيدة نتاعو ولا بنته يتزوجها، يتلز باش يتزوجها باش تاخذ هي معناها من الممنوع ولا بنت خوه، خاطر أوكي لابد باش تكون إذا كان صغيرة ياسر لازم تكون من المحرمات، معناها من الممنوع. كون بنته ولا حفيدته ولا حاجه، اذا كان هو 100 سنه وهي مثلا 40 ولا 20 سنه، لازم تكون حفيدته، معناها باش تدخلوا في الممنوع في الممنوعات، مقرف هذا مقرف. واذا كان هكاك حبيته هكا تولي قانون عالمي، اذا كان حبيته قانون كل واحد ياخذ حقه، ما خدمت انت تاخذ حقك، خدمت لل 60 سنه تاخذ حقك 20 سنة أخرى 30 سنة أخرى، أنت قديش خدمت وتبدأ مقتنع باللي موجود، وهذا هكاك يولي، هذاك يولي الحق وهذاك يولي القانون. بالنسبة للآخرين، بالنسبة للكوفيد، رجعنا للكورونا، تو مستقبلا نحن في بالك بيه، تو الكورونا في بالك بيه، معناها اللي هو جايك يعطيك الصحة، شنو تعمل؟ انت تو في وقت صيف مستمتع بالبحر، البحر مو مالح ما تعيشش فيه الجرثومة، لكن احتياط انك يلزمك تنظف الرمل يلزمه يتغرب، خاطر المطر كي تصب في الشتاء العقارب والحنوشة وكل الاوساخ الكل والزبلة تهبط في البحر، ده فين تركح والساشيات وكل شيء تركح في الرمل، الرمل هذاك يلزمك انت الناس دي تقعد عليه، خاطر تقعد عليه وتلقط ياسر جراثيم، يلزمك يتغربل يتنحى منك الاوساخ، عندك الالات الكبيره اللي تغربل
وتنحي كل حتى البيض نتاع العقارب يبدا موجود وكل، فهمتش؟ ومعناها اللي يزيد يخرج في سبتمبر اكثر ازيد، يولي ينقص، تولي العقرب تنقص، والافاعي وكل شيء معناها خطر صافي. يلزم زادة توفر اسباب البلاستيك اللي يبدا معناها قد الساق بالضبط، وما يتنحاش حتى كي تدخل للبحر ما يتنحاش، باهي ما يتنحاش معناها كل بلاستيك مش منقب، ما عديش لا رمل لا عقارب لا شيء، باهي هيك البلاستيك الترانسبارون. يلزم الداخل في البحر تحدد هذا كله، راهو من التجارب انا نشوفها في السابقه في البحر في تونس، في البحر المهدي يعملوا هكا، في سوسه يعملوا هكا، في ساق الزاده نظموا الاماكن، الاماكن معناها تحط علاماتك اللي كل كور برتقالي هكا، وحتى كي الشبكه هكاكا باش ما يدخلكش روكا ولا يدخلك الحوت، فما حاجاتك الحريقه الميدوس وكل الحكايات تدخل من الشبكه، اكيد تصيب لك الاطفال بحروقات كبيره في البحر. انت يلزمك تحدد له زادو باش ما يدخلش الغارق يغرق ولا اي حاجه، عندك اطفال في قدامك وهيك من شباب المستقبل معناها، يلزمك تحدد له الموقع نتاعو وين يعوم، يلزمك تعمل له النجده اللي تنقذه، يلزمك تعمل لك معناها اللباس نتاع النجده زاده يبدا يكون متوفر عند المنقذ، هذا كل موجود راهو في تونس، موجود في تونس، معناها مش حاجه غريبه علينا الشيء هذا. في الرمل توا انا شفتهم في فرنسا، وقبل كانوا موجود، قبل كان موجود يحط لك قبل لك البيوت اللوح معناها هيك اللي يقعدوا فيها، لكن احنا توا نجموا بك نتاع الزعاف نتاع المخل، وتعمل هكا وتسد تعمل معناها كل غرفة مقصورة هكا لكل عائلة، تعزل معناها مقابلك البحر، انت اللي تشوفها اللي بجنبك ما يهمكش فيه، معناها انت وعائلتك مش حضارة راهو، مش عقلية متاع الدين الإسلامي، لا 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 لا، لكن عقلية متاع الوقاية، خطر انت تبدا هكا ما يقعدش لا يعطس عليك لا يلصق فيك لا حد شيء، تقعد مرتاح انت بكيفك في البلاصه هذيك، تكون حتى زوز متر موجود الزعف في المخل وما فيه شيء، معناها حتى بالشمس وبهواء البحر ومعناها كل شيء يبدا مالح، معناها ما يعمل شيء، ويتربط تخدم اليد العامله كما في بلايص في الجنوب ولا في الوسط ولا حاجه، وتشري من عنده هذاك تنجم في الاماكن نتاع النزل، وتحمي تحمي معناها السائح ولا حتى المواطن العادي ولا السباح هيك عادي، معناها مش غالي ياسر، مش غالي ياسر. هذا بالنسبه للبحر نكونوا حكينا. ايه بالنسبه للبيسين، البيسين حاجه أدخل، نعرف ما يلزمش نحكي على البيسين هكا، لكن انت اذا كان عندك المضخات موجودة في السونات تقامك الموتور الكبير الأزرق، أنت تنجم موتورات صغار، أما أنت تعملوا أكبر تقاه موجود الموتورات، تعمل مضخات تجيب لك وحتى برقتين العادية وتجيب لك مياه البحر، مياه أنت مول نزل على البحر تعدي لك مياه البحر، تعبي البيسين وتمشي بالطاقة الشمسية، معناها اقتصاد في الطاقة، تعبي البيسين بمياه البحر، مياه البحر وتكون مالحة وتكون متجددة، وتحطك الموتور اللي كيما الأكواريوم متاع السمك، معناها هواء انت تدخل الهواء في الماء وتحركه وتجده وتحط ماء اخر جديد من غادي، من معناها ذاهب يعني شيء يهز وشيء يمشي من البحر، ويكون يصفي معناها فما مصفات خفيفة كي الفلتر البيسين، معناها ما تتكلف لكش غالية ياسر، وقتها الإنسان ينجم يعوم. علاش ها نقول لك علاش، مش تبذير، مش معناها حقرة في البيسين ولا مش لا لا لا، البيسين خاطر الماء نتاعها عذب، نعرف تحط الجافيل، لكن الجافيل باللي باش تحط الجافيل البيسين ديما فيها كل مراهق يا سيدي، مش كنت العاقل الكبير معناها الرزيل، ثم المراهق وثم صاحبة المراهق وليس بمعناها بتفكير إسلامي، لا تفكير علمي، أنت البيسين باردة أو باش نفسر لك ولا خجل في الدين معناها ولا حتى في العلم،
معناها لابسين مايوات وبيكيني ومونوكيني وعلي ودر شنو، وخارج من الحجر الصحي وماشي للبيسين باردة. اللا إراديا باش يعمل بيبي، اللا إراديا البيبي هيك تخرج متخرج، الفم يولي بالدم خاطر مع البيبي فما فاسيا إذا كان مش بصة خاطر بعض البيبي ما يرتاح حكا من البيبي طف يكمل يوصلها معاك سامحني في الكلمة، أما معناها لابد مع الفاسيا هذيك تخرج إفرازي استنى مش الشفاجة أنا إتخانجي فهمت متعرفش شكلاش خباش نو وتحسو في فمك وبعد داشي تعمل بلونجو ويجي في عينيك ويولي عينيك بالواحد وفمك وبنيك معناه أوبليجي حتى ما تدخلوش مسك فمك باش يدخلك من خشمك باش تولي بك الدمال وحبوب وتحك ومشاكل مشاكل معناها أبوسيبل باش تقولي باش الكلور هيك اللي يتحط باش ينحي صعيب معناها هو ينقص الكلور لكن ويصفي لكن مش بال مش بالصفة هذيك معناها سيد. انت شنو تعمل يزم تعملها كالبيسين انت شنو تزيد هاك المضخة هذيك منها تبدل وترجع فايبيان للماء من البحر اللي هو يعيش فيه الملح وأقل تكلفة ومنه كلي يمشي ويجي الماء معناها يمشي الماء المسخ كالموجة هاك خفيفة اللي يمشي الماء المسخ ويجيو كل بزاق وكل شيء معناها حتى كي يغطس يعمل بلونجون كي يطلع يخرج من فمه ولا من خشمه يعمل هكا ويسر حاجات فهمت دونك هكا يزمو يمشي يتنحى. انت مش مانيش ضد البيسين لكن انت تو في وقت كورونا احتاط امشي البحر، البحر عنده الموجه تهز ويكون فما تبع جسدي فهمت انا جي منعوم الساعه على قفايا حتى كيما الفلوكه مسميني باتو معناها خاطر نعوم مستمتعه هكا كيما الواحد هكا باش نشوف اللي حولي ونبدا ديما ندور هكا ندور حتى كي نعوم ندور على ما نحبش شكون يلصقلي بكل حتى كي نبدا وحدي مو ماغي مش مشكل ولا صغاري نشدهم نورمال عادي اما لكن ما نحبش شكون اللي يلصقلي ديريكت معناها نعوم هكا بالقفا ونفسع نهرب هكا بالضر زاده باش ما نفيقوش اللي انا هربت مع الشخص هذاك ان ديريكتومون نعمل هكذا ونبعد عليه حتى يبدا داخلي هكا نبدا انا ديما مؤخرا مارشاريه معناها فاسعة منه ما نقعدش حتى ندور ونطش وطف وكل الحكايات هذيك في ناس نمشي على روحي معناها ما نقربش على خاطر حتى اذا كان ما يضركش انت معناها البزاخ وياسر حاجات تبعد هذا تجربتي حكيت على تجربتي معناها العاديه في السباحه ما غمرت زاده باش ندخل للغارق على خاطر ساعات يبدا البحر هيج ساعات يبدا فما حفر في البحر كي طيار معناها توربيون ما تنجمش انت مهما قوتك ما تنجمش تقاوم خاطر يبدا صخر منا وصخر منا ساعات صخر زاد يضربك ساعات من الصخر تجيك كالكخاب تقرصك ولا حريقه ولا حاجه زاد انا معناها ما نغامرش باش ندخل للداخل وما نحبش نعوم في منطقه تكون فيها الاعشاب السوداء هيك خاطر يعيش فيها كيما قلت انا الحيوانات الضاره هذيك وخاف واللي خاف نجي نورمال عادي ما نحبش نشوف لك نحب نشوفه صافي ابيض البحر هيك علاش كي يحطوا الشباك يحطوها معناها مزيان ويبدا لها في المهديه وهما الشباك هذوك ما تقولش معناها ما عندهمش عائدات الشباك هذوك بعد يهزوهم في العشاء يعملوا هكا ولا منين تقعدوا الصباح يحطوا شباك اخرين يهزوهم بالحوت يبيعوهم ويحطوا شباك اخرين نظاف هذا في المهديه المهديه سانتر معناها هيك عز بحر تعفون معناها وحتى في صفاقس وكل شيء معناها ثم في سوسة في كل بلاصة الرمل متاع سوسة وحمامات وكل وتونس الرمل متاع سوسة صافي ياسر صافي معناها رمل ذهبي
هذا بالنسبة للبحر، حكينا على كل شيء للبحر اون برانسيب. اي بعد البيسين ماذا بك تكون عندك هاك الدواء اللي تعمل بيه، تقطر في عينيك، تعمل في وذنيك، خاطر الماء يدخل في الوذن تعمل له كل قطر باش ما يعملكش تعفن وتخرج. معناها تبدا كان عندك حاجه دواء، مش لا من دهن، ما تدهنش زيت، الزيت مع الشمس يولي لك معناها كنت كحل. او انا عندي شفت هكا من الزيت، الجسد يتقلى يتقلى. عندي كعبه كهو انا في يدي، ما عنديش شيء خاطر ما نستعملش به. وزيد يلصق لك فما حاجه تلصق معناها تلصق لك مشكلة أما، وأنت ماذا بيك ما يلصق فيك شيء. به هذا بالنسبة للبحر. شنو آخر؟ به هذا بالنسبة للبحر. أنا لم أذهب إلى أي مكان. به شنو آخر؟ البحر السماء. به مع البحر. للمستقبل اسمك تحفظ المستقبل. هنا بالنسبة للموضوع آخر هيك، بالنسبة للتعويضات من فرنسا اللي حكيوا عليها في التأسيسي، تعويضات من الدولة الشهداء الدولة الفرنسية، هيك موضوع طويل. أمانة اللي نقول لك أنه في الحرب العالمية، ملخص القصد، الحرب العالمية الأولى والثانية والحرب وفي حتى في الأمراض، معناها مات الشعب، ماتوا قعدوا القادة هكم اللي جابوا الشعوب تو موجودة، مع شوية المناضلين، مع برقيبة ومع شوية مناضلين. معناها انت كيفاش طالب معناها تعويضات من فرنسا، اول حاجه لازمك تدرس التاريخ جيدا. ادرس التاريخ، ستجد من اخترع السلاح الجوي الثقيل اللي هما اليابان والمانيا وايطاليا، كانوا اذكياء ياسر، ومع الامبراطور دق ياسر املاك مع معناها مصاريف، حتى وصلوا للسلاح الجوي الثقيل. وهو وعلاش نقول لك ايطاليا، على هو ليوناردو دافنشي هو اللي اخترعها الحكايات هذوك، وانا ماني نشبه لوحه الموناليزا اللي رسمها ليوناردو دافنشي. دونك يتسمى جدي هو اللي اخترع السلاح الثقيل، وانا مش وحدي، انا نشبه للناس الكل، معناها نشبه البرقيبه ونشبه الجميع الملوك معناها في العالم، وفرنسوا الاول وحتى الملوك العرب معناها نشبه لها. دونك معناها انا انت كيفاش تلوم توا تعرف اللي إيه؟ المانيا وايطاليا معناها من بدا بالقصف فرنسا وانجلترا ومحمياتها العربيه. احنا يا سيدك كنا محميه دوغول، عند دوغول اي وبورقيبه وبقيت المناضلين. ما تقولنيش هو كان قوي ياسر المناضل وضد القنابل هذيك، معناها ومازال عايش. لا مات وقعدوا. شكون اللي قعد؟ قعدنا احنا الموجودين، احنا احفادها، احنا احفادها. شكون اللي قصف؟ شكون اللي بدا بالقصف؟ قصف نعرف احنا كنا محميه او مستعمره فرنسيه والا محميه في فرنسيه، تريتوار معناها فرنسي، ما فيوش كلام وقتها. اللي بدا بالقصف هتلر والمانيا، المانيا النازيه وايطاليا الفاشيه واليابان معناها بعد ما هما بداوا بالقصف، خاطر تعاركوا مع الصين هي من الاول دخلت على اليابان، شو فاهمه، وبعد اليابان رجعت لها بالطريقه هكا بالسلاح الجوي، باهي بالسلاح الجوي. بعد معناها صارت مذبحة كبيرة، وكملوا في جزيرة معناها قرب أمريكا،
الصين والألمانيا وإيطاليا دخلوا على أمريكا، هذه الغلطة فيه أنهم كملوا جبدوا أمريكا، كي جبدوا بخليت أنهم قبلوا فرنسا وإنجلترا وكل شيء، وتونس من جملتها مالا شكون اللي فين ماتوا؟ ماتوا في الحرب العالمية الأولى والثانية، وين قبلتهم؟ ألمانيا، تو ألمانيا فايزة في الحرب العالمية الأولى. باهي شكون اللي معناها يتسمى انا دماج لليابان، معناها جيتها القنبله نتاع هيروشيما باهي عام 47 منين؟ من انجلترا وامريكا، وهيكم حاسينو رجعوا بالضد فهمت؟ وكان توا اليابان الكل انجليز، معناها انت تشوفوا شنوي هكا، لكن هما احفاد، وحتى ولات محمية انجليزية احفاد الانجليز، والصين ما انجلترا دفعت تسمى دفعت زادة ولات محمية، معناها خذيت الزوز محمية انجليزية، ومازالوا كي خرجوا توا الياباني معناها الانجليز من لي زونجلي من واحنا بينا نشبهوا لهم لي زونجلي من اليابان، تو فهمت؟ يزيلوا كي خرجوا، معناها توا الأحفاد اللي موجودين الكل هما أحفاد الناس هذوك، هكا هو يكمل هنا يكمل الشبه، أنت تقول علاش يشبهوني؟ باهي أنت شدت صور الشهداء، عرفتوا هكا يهودي، هكا مسلم، هكا فرنساوي، إذا كان الناس تشبه لبعضها، صورة هكا جزائري، هكا إفريقي. صورة جايبها مجهولة المصدر وتقول تعويضات معناها ما فماش حاجة إفكتيف، ما فماش حاجة معناها ملموسة، ما فماش معناها قضية مقامة من قبل، ما عندك حتى شيء سوى أنه 350 ولا 365 ولا 300 وعذو ثم اللي معاه وضد كان كلام على فرنسا، وجيت وقت وصول التوريست، وقتها هو عملك تشجيعات، رئيس الفرنسي معناها شكرا لي عملك تشجيعات والحكومة باش يبعث لك ولاد عمك ولا اخواتك التوريست باش يبعثهم لك يمشيوا لك الاقتصاد ويتفردوا، خاطر حتى هما اخوة كما احنا اخوة ولا ابناء عم، تو فهمت كيفاش؟ انت جيت فرنسا التعويضات، انت تقعد تخمم في ببلاش في التعويضات، وانت ماكش عارف حتى التاريخ شنو شكون اللي قبل شكون، خاطر وقتها المانيا اللي قبلت هي وايطاليا والجماعه ذوكم مش فرنسا، فهمت؟ جايب الشهداء ذوكم، علاش ما خممتش انك تخدم على روحك، انك تستقبلك التوريست وتمشيك الوكله؟ انا ما نحكيش هذا على روح على لا 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 الحكومة عملت مجهود نفت وريقلت وجهزت وقالت لهم مرحبا، نحكي على 300 عضو ولا قديش ولا اللي صوتوا معاه وهم معروفين شكون ولا ضد، علاش الكلام هذا كالكل؟ لغو الكلام علاش؟ علاش الحساسية ديكا في وقت حرج؟ أنت خارج من كوفيد ومن أزمة اقتصادية ومن معناها سونس انترديف، فيه معناها ما عندك وين تنجم تمشي في الاقتصاد، فما فلسة وفما معناها ياسر، علاش ما خليتش شكل الناس تخدم؟ انت حطيت حكومة علاش ما خليتهاش تخدم؟ علاش تقعد كيكة كل مرة وانت بقالك وقت راك عندك كورس كونتر لا مونتر، بقالك اشهر فما معناها فما مفاجآت عظيمة، ازيد من قديمة، عظيمة عظام التاريخ، معناها انت في عود تخمم في تعويضات بلوشي، علاش ما خدمتش؟ خديت انت فلوسك من ميزانية الدولة ومليت ميزانية الدولة ومليت وخديت شهرية الناس العامة، مش كان انت تعويضات تقسم عليك انت كهو، لازم على الشعب التونسي وعلى اجدادك وعلى مازال عايش وعلى احفادك، فهمتش؟ مش كان تأسيسي ياخذ التعويضات، لكن على هذا الكل راهو انت مادام خدم لك الناس، انا نفضل انه خدم لك العباد، بعث لك واعطاهم معناها منح وكل شيء وقال لهم امشيوا
وصرفوا في الوقت هذيك تخدم الصناعات التقليديه، تخدم كل الترونسبور، تخدم النزل، تخدم نتاع الترفيه، تخدم نتاع البحر، العساس، تخدم اللي في المطارات. معناها يكون انا اقسم بالله انا كنت نخدم في الديوانه في المطار، والله ايامات اللي نخدم انا في الديوانه في المطار نمل التوريست، نمل الفول شارتير كل خمسة دقائق ويا ما تهبطش طياره واحده، اثنين ثلاثه اربعه، لدرجه انهم ما يتعداوش على الديوانه، يمشيو ديريكت بخلاف اللي على الديوانه. اقسم بالله راسي نبداو من الاربعه نتاع الصباح بخلاف نتاع الليل، للثمانيه نتاع الليل ما تقفش، شتاء وصيف. اقسم بالله منين كل نتذكره بالعمل اللي كي نتذكره مراسي نروح بيه كل عظمه المروبه. العباد اللي موجودين في كل مطار والناس اللي تسافر وقت الطيارات، ايامات عزيز ميلاد والكل، وعزيز ميلاد يشبه للوالد زاده ونتشرفوا به، معناها قطب والعبد الحميد الخشين وكل يشبه للوالد، معناها يتسمى ماهوش خو لكن كي الخو معناها للوالد. لكن والناس هذوكم الكبار كي الاخوه كانوا يهزوا بعضهم، فهمتش؟ كانوا يهزوا بعضهم في الحكايه كيف هكا. والله مش نورمال لي فول في جرت بعضهم، التوريست والتوريست والتوريست والتوريست، والوتله كيفاش بديت معناها البنايات، وحتى من السعوديه يجيو، من السعوديه يراو، من الخليج، الدنيا مليانه مليانه ياسر. علاش توا؟ علاش كل شيء فارغ؟ علاش ما يمشي شيء؟ علاش ما فما شيء؟ انت كي تحب تعتبر او تاخذ بطار لاجدادك اللي انت حاسبهم اجدادك، هما لا يمتوا لكم بصله، ناس جابها من هذيك التصويره انا شفتها في حرب اخرى نتاع الجزائر، يتكلموا عليها الجزائر، احنا في تونس. انت ايش دخلك انت تو باش تقعد تحكي في هذاك وتفزت برنامج كامل نتاع الصيف، وتفزت انه المنفس الوحيد الباي اللي باش تحطها في الكاس الجو، اي بالنسبه للتوريست اللي باش ياكلوا يلزم ما ياكلوش على البحر، وكل الاطفال ما تاكلش الحلوى على البحر ويشربوا بالباي، معناها ما نديش من فم الفم وكل شيء به، وما ياكلوا الا من الوتيل، ما يجيلكش متعدي يعدي لهم كورونا، يلزم حاجات مراقبه ولا معناها محروس، يلزم يكون الشط يكون محروس. من هذي مش ما قلناش من الريف، قلنا من هكا داخل ماشي اكل كاكي واكل كل، راهو من مصلحتك ما تمشيش الغادي، من مصلحتك تمشي تاخذ معناها حتى ولو نصبه ويكون برخصتك ومعترف بها ويكون بلاستيكيه وكل، وراهو ما تنتظرش باش يشريو من عندك جماعه الوتله، خاطرهم هذوكم امانه في عهد تونس، لازم ياكلوا من البلاصه اللي هما مسؤولين فيها، معناها اللي الناس مسؤول عليها، معناها اللي جابوهم اللي ضيفوهم مسؤولين عليها، فهمتش؟ هذه زاده يلزم يعرفوها، معناها المنفس الوحيدك الباي اللي باش يشرب بها واللي باش يتنفس بها انت نحيتها له الشهر الاول والثاني، معناها اشهر الصيف. واحنا عندنا كورس كونتر لا مونتر حتى في القرايه، عندكم فتره انتخابات لو 23 اكتوبر نتاع امريكا، او دوسيي هيك اقوى دوسيي هيك اللي حدد، راهو امريكا ما تحقرهاش، ما تقولش هكا حاجه انتخابات وعدات حاجه عابره، حاجه خطيره وهي قطب العالم، مش الامريكيه الخطيره، لكن الانتخابات، نتائج الانتخابات اذا كانت تكون وخيمه راهي باش تكون حاجه امر خطير، معروف هذا معروف، ما تستهونش بيه، ما تتبهللش، ما تقول بهلول زعما بهلول معناها ما تعطيش قيمه تتمنى فهمتش؟ انا راني نقول لك هذه مش محقرانيه، لكن نقول لك باش تاخذ ما تلوم في الناس، تلوم يلوموا في تونس ولا يلوموا في فرنسا، شبيك ما قلتلناش قبل؟ راني انا قلت لكم قبل، نقول لك ما تعيشش بهلول، معناها لا مبالي، ما تعيشش على الهمكي بالتونسي، ما تعيشش معناها ما يهمكش، ما تتمنيكش، يلزمك تمشي تاخذ الكل كلمه تعطيها قيمتها. يقول لك انا انتخابات خطيره بعد لو 23 اكتوبر، معناها انتخابات اذا كنت ما تعرفهاش لشكون تحسم، ما تعرفش على نتائجها، ونتائجها مش واحد برك للعالم، خاطر هيك قطب العالم،
هيك البيراميد نتاع العالم مع نتاع الصين اللي هي القوة العظمى الأخرى وروسيا بيان سور. إذا كنت تقول الصين تقول روسيا. البيراميد الأخرى معناها زوزة أقطاب. وإحنا جايين في الوسط إحنا العرب. إحنا مع أمريكا ومع السلام في أمريكا ومع السلام في الصين ولا في روسيا. خطر لا حول لنا ولا قوة. إحنا قدامنا كان سلاح واحد هو الوقاية والعمل باش تاكل. سينو ما تاكلش. ما تعيشش إحنا. ما يرحمك حد زاد. جاي في الوسط معناها بين الزوز كي يتعاركوا كي يتخاصموا بين الزوز اذا كانت تحاربوا زادا خاطر الحرب نتاعهم انت ما تقولش بسيط كيما عام معناها كيما الحرب العالميه الاولى والثانيه لا 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 الحرب تبدا اقتصاديه وتبدا بكريز كيما كريز 29 وكل شيء لكن بعد الكريز يكثر الفقر ويكثر الكريز شنو هي الكريز هي كيكه سقطت الكريز مو من الازمات هكي لانك ما تهزش ما تخدمش وما تهزش للدوله الميزانيه الدوله تفقرها واذا كان هبطت ميزانيه الدوله وما صبيتش فيها تتحل الدوله وهنا يكمن تبدا الامراض يبدا الفقر وتبدا البطاله وتبدا الامراض توشع وتبدا معناها انت كيفرق عليكم يتسمى باهي راهو يتسمى عطوف ياسر الرئيس نتاعكم وعطاكم لي زاد وكل شيء راهو يتسمى فريمون برافو عليه معناها مش كرؤساء معناها ولا نورمال ما فهمناش الميزانيه فارغه مش يقعد يخف القروض ويعطيك لك انت وبعد يجيك يفك لك ارضك ولا يفك لك لوتيل نتاعك فهمت ولا ما فهمتش خاطرك يعطيك قرض يفك لك لوتيل نتاعك لوتيل يفكوه لك انت لا انت علاش انت هكا نتاعك نتاع الوطن التونسي تونس صغيره انا عندك افريقيا وراك وكل بلاد مسؤوله على نفسها معناها ما احسن حاجه تعملها انك تخدم يا مواطن يا تونسي يا بسيط تخدم على روحك وما تخممش في انك تكون مجتمع مستهلك تاكل وكها الاحتياطات تقول لي هالمشاكل هذه كل هبطت الحرب العالمية الأولى والثانية وكل باه شي جيت ويلي ياسر ما عرفش بعد يهبط ولا ما يهبطش هنا انفعالاتي عليكم التومة ولا هنا ما يهمنيش أنا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعل الخير ياسر وما خافش معناها عادي ان شاء الله ديما حيين بخير الناس الكل لكن ليكم التومة كما نقولوا الوقايه خير من العلاج امل السلام مستقل قبل خدمت الديوانه تو مستقله من الديوانه عندي ياسر معناها انا بدي من غير شهريه كيفكم ربي يسهل باهي هيك علاش قلت لك ادرس التاريخ معناها من شكون باش تاخذوا انت من شكون باش تاخذوا من شكون باش تاخذ التعويضات؟ ما يعطيك حد الناس العالم كل في ازمه. العالم كل ناقص، العالم كل ميزانيته مهدده بالكوفيد وبالامراض وبيسر حاجات، ازمه اقتصاديه عارمه وعامه. تو فهمت ولا لا؟ معناها ما يرحمك حد وما يعطيك حد، وزيد اون بلوس هما الضحايا، هما زاد كيفنا، خاطر ماتوا زاد هما تقصفوا وراك، معناها قبل ما تتكلم وتحل بوق 301 يلزمك تقرا التاريخ تسرد في التاريخ الشجره باش يحكيو سويفون الاحداث اللي مرت وتكون بالصوره وتكون ببراهين معناها من المحكمه ومن الكل باش تجيب انت وشكون اللي باش يعوضك يلزمك تستحضر الجد اللي باش يعوضك اللي قنبل ولا اللي عمل فهمتش مش حد مات ومشى وحتى ولده مات معناها صعيب الحكايه وليت معناها كلي باش حرمتوا حكايه التوريزم هيك اللي التوريست اللي باش يجيك انت وتقول له سيء انت قلبت عليه الشعب يولي خاف يقول لك لا انا ما نجيش انا نحوس مثلا يجي ارهابي يقول لي انت قصفتني طاب ولا قصفت لي جدي ليه؟ لا 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 وقت اللي هما كما قلت لك احفاد المناضلين وبورقيبه والقادة الفرنسيين والقادة الألمان والقادة في الخليج والكل معناها هيك هو خليط وشوية من حتى من لي زاكتور وكل شيء هيك علاش مزيانين في الشعب التونسي معناها جابوا لوحات
كما نقولوا انا نشبه الفرنسوا الاول ونشبه الملوك العرب ونشبه الصينيين ها. ونشبه للكل معناها حتى للالمان نشبه. دونك نقول لكم وللتوانسه الاصيليين نشبه زادا. نقول لكم حسنوا المنطق نتاعكم ويزيو من التجاذبات السياسيه والعرق والخصام خاطر شيء يوجع الراس. ولمصلحتكم باش انتوما تنجموا تلقاو شهرياتكم وتتواصل الدوله ما تنهارش. به قلنا عندكم الاحتياطات نتاع لو 23 نوفمبر. به اذا كان باش يجرى لو 23 نوفمبر انا نقول لكم شنو تنجموا تعملوا. شنو تنجموا تعملوا؟ أنو أبناء الشعب التونسي بعد الحرب العالمية هم مزيج بين رؤساء العالم والملوك والمناضلين وبورقيبة أي ضحايا عن أي ضحايا معناها توتان في فرنسا وأنت منهم حتى من الأجداد راهو مش من توا. انظروا تصوير انشغالات المواطن الجزائري للجزائر شكرا لها قاعدة معناها تلفزة قاعدة تصور في المشاكل معناها تنظف في السد في مياه سد من الأمراض وكل شيء وقاعدة تبني في سدود باش معناها تشد تصب المياه تصب معناها ما تمشيش فيضانات تتغرق الناس تتحمى في السدود هذيك. نقول لك علاش قلنا احنا انظروا تصوير انشغالات المواطن الجزائري التي تأخذ الحيز الأول في البث في القنوات. عليكم ببث الطلبات وكيفية حل مشاكلها على الميدان. التلفزة ما قصرتش، التلفزة التونسية هي اللي راهي نقضة الشعب يتسمى، خاطر الحوار هي لسان الشعب، لسان المواطن ولسان الحكومة. معناها تعبوا زادا ياسر، لكن تزيدوا أكثر في حكاية التأسيسي ماذا بكم تكونوا زادا التومة مرآة الشعب كما التلفزة وكما الإعلام وكما الراديو وكل شيء. يلزمكم زادة تكونوا مرآة للمجتمع، معناها تقولوا لنا مشاغل الشعب شو باش يجرى وش ما يجراش وشنو كيفاش يحتاطوا. هكاك الشعب ينتبه لكم، خاطر هو انتخبكم على أساس باش تنقلوا له المشاغل نتاعو. باهي شبابكم يجري امتحانات ويدرس بنسق سريع، معناها لازمكم تنشئوا وانتم تجرون امتحانات مجابهة كوارث اللغو السياسي والديمقراطي المزعومة، الديمقراطية المزعومة. معناها صغاركم قاعدة تعدي في امتحانات، دخلوا توا معناها في حصص نتاع رفرفاش وقاعدين يعملوا في امتحانات مسكنات وتعبير، والتوبة معناها تعملوا في امتحان لغو الكلام مجابهة امتحان والدولة قاعدة تعمل في امتحان مجابهة الكوارث. علاش؟ على خاطر خارجين من كوفيد وقاعدين بعسر معناها يمشيوا في الخطى نتاعهم. ثم تعملوا في مجابهة كوارث اللغو السياسي والديمقراطية المزعومة. هنا سامحني دخلت في الديمقراطية. الديمقراطية إذا كان ولات قباحة وضرب واحد بلاش بها، ما عادش ولا ترهيب ولو باللسان للكل، راهو نحكي لا واحد لا اثنين، ولو انهم هما عندهم جانب معناه انه جانب فيه الحق، لكن اللغة ماذا بها تكون أطرى شوية، لينة أكثر، وموضوعية أكثر، وسياسية أكثر. به سامحوني إذا كان قلت لكم معناها حاجة أما والله ما صلحتكم. به هنا نقرأكم في اللي كتبته. عند نزول الأمطار يفيض السد من الجزائر تلقائيا ليغمر المدن التونسية، فعليكم الحيطة والتوقي بإحداث لجنة كوارث من الجيش الوطني. خطر التأسيسي بدا يتعارك في بعضه وما فماش دي جون على الميدان سيغ تيغان. اللي على الميدان واللي معناها في الوجه هي الحكومة، واليد التطبيقية نتاعها هي الجيش الوطني الأربعة جيوش، سواء الديوانة ولا المغيتيم ولا الجيش معناها الوطني اللي على الأرض ولا الطيران
طيران تعبوا ياسر راهو في الـ في الـ في الحجر الصحي والمراقبه وكل شيء هيك، ومراقبه الحدود يعمل هكا يجي يرمي لك الجثث نتاع كورونا اللي تعدي في السد فين فين انت اللي تشرب، معناها عندهم حراسه كبيره ياسر، ولا حتى في البحر الحوت والكل اللي ناكلوه. انت شنو موقفك وقتها؟ معناها ما يزيهمش هما مسكنات على اعصابهم في معناها في حراسه الحدود الجو والبحر وكل شيء، معناها فريمون اقسم بالله والله تبكي على خاطرها والله، وناس في الكيسات في الشمس وفي الامطار وفي كل شيء، ويسيبهم المرض وما ياخذوا شيء، وبخلاف الطب اللي في حراسه معناها انه يداويك وانه يحميك وكل شيء. الجيش الابيض زاد شكرا له معناها، وعنده وقت يخدم فيه راهو الاكثريه في الشتاء، في الصيف يدمو يتفرهد يا هيك اش عاملين لهم، وعمل لهم معناها في فرنسا عطاهم منح باش يمشيو يتفرهدوا بعدك التعب والشقاء نتاع الشتاء معناها كلي. برافو تحية ليبا وبوكي نوار للجيش نتاعنا، انا من الجيش تحية لي انا هيك لي انا زيدا باهي ما تقولش كان ليكم التومة ناديها ليا زادا باهي. وشنو آخر هذا بالنسبة للسد؟ هنا بدينا في موضوع الجيش، خاطرين أنا نعطيكم أفكار ومعناها تو باش نوصلوا تو الجيش ولا القراية الوقاية كيفاش نبداو بالتلامذة قبل الجيش، نبداو بالتلامذة. آه مسكنات والله ياسر، لا يذكروني في التعب نتاعي أنا، شكنت تعرف 20 عام أقسم بالله 20 عام نخرج الأربعة نتاع الصباح في الظلمة، حتى كيس وقتها المنزل يعني مازالك الحجر معناها فيس حجر والكيلومترات باش تخرج عروتيكس وتمشي للمطار، أقسم بالله ظلمة وكلاب مش نورمال. باش نوصل وتلقى معبي المطار كما قلت لك الثمانية متاع الليل، حتى الساقين واقفين، حتى الساقين عادي. انا خدمت هذاك الكل معناها خدمت لسنوات، ما نخوش بعد ما نخوش التقاعد نتاعي معناها انتي تو باش تنحيها لي تمشي تعطيها للمية سنة وزيد المية سنة فيها الوحدة عارف معناها بنته نورمالمون ما يعرفش عليها ويعطيها باش يورثها التقاعد، وانا نقعد صغاري مازالوا يقراو وكل شيء ما ناخذوش التقاعد. ما نعرفش شكون باش تعطيه معناها باش تخليه عند هذاك. انا نعرف جدي وجدك وتحيه لي، اما لكن تكرموا انه يكون معناها الانسان راه 100 سنه حتى سنيه تطيح، معناها ما يحبوش الذل. احنا في الدين الاسلامي يقول لك ما تخليناش الارض للامر، اللهم لا تبقينا دعوة في الدين الإسلامي أرض الأمر هيك هو 100 سنة أنه مكنش ما يشوف شيء، هو بيده ما يفهمكش أنت قاعدة معناها تحسن له ولا نعرف تحسن، لكن ما تخافش حق هذا في هذا تو فهمت. نعرف الكل يموتوا، أنا بيدي نورمال ديما نجم نحس في أوقات ساعات نقول باش نموت معناها عادي نورمال بالتعب ولا أي حاجة، راهو الموت تمشي على الناس الكل بعد عمر طويل، لكن فما قوانين معناها وفما حتى الدين الاسلامي يقول لك ما تخلينيش الارض للامر. 100 سنة يا خويا يا كهو في معناها في فهمت ما زيدش، فم مكسر ما عادش يمشي على فوقه كل شيء فوقه افرازات فوقه، ومعناها علاش الذل فيه قدام احفاده قدام احرام وزيد يخلي الغير ولا الحفيد نتاعو باش هو يدخل يخدم ولا الكهل يخرج تقاعد ويحرك الدورة الاقتصادية به. هنا على السدود باش نعدي السدود، لا انا كان غالطة قولوا لي معناها باش تفهموا شنو السبب نتاع انه ولا سونس انتردي في الاقتصاد. قلنا عنا 23 نوفمبر نفهموا ولا ما فهموش نعملوا الوقاية به الوقاية بالنسبة للتلامذة. أنا اللي نقول لكم وبعد نقول لكم معليش، التلامذة قبل 23 نوفمبر ماذا بيكم توا يعديو في الامتحانات، يعديو في الامتحانات ماذا بيك تعاونهم. أول حاجة هما انتخبوك، انتخبوا قيس سعيد
بثمانية مثلا تفيقس ولاية تفيقس 78%. احنا من الاول انتخبنا زبيدي باهي، وبعد كي قعد قيس سعيد كل حوالنا انتخبنا قيس سعيد، لدرجة انه جاتوا فعلا عن جدارة جاتوا 78%، خاطر زبيدي وقتها رئيس وقتها رشح روحه كرئيس دولة جاب زاد اقوى نسبة، يعني لدرجة انه على 97 رئيس جاء هو المرتبة الرابعة، راهو 97 رئيس قولوا 100 رئيس باهي، جاب هو جاء هو المرتبة الرابعة، معناها عنده شعبية قوية. فاش شعبية الجيش الوطني، شعبية المواطنة، شعبية خدمة الوطن من غير من غير من غير أريان فرونسي، من غير أنه كما قال يجينا نضاف الاجتماع، قال يجينا نضاف، معناها اللي يجي نسلموا له المشهد ونخدموا معاه ونحبوا له الخير، نحبوا الخير سواء اللي هو كرئيس دولة ولا للمواطن العادي. تو فهمت كيفاش جاب 78% قيس سعيد، خاطر تلموا الكل مع بعضها باهي. كما قلت تحية للجيش الوطني وكل مستعرفين، وهذا راهو مش معناها احنا اللي حبينا نحيو معناها السيد الرئيس الباجي قائد السبسي، لكن وصل عمره ل 96 سنة وتوفى، معناها حاجة أمر الله، قضاء الله. احنا مع معناها كي انتخبناه باش يقعد، معناها مش باش يتنحى، معناها مش نحاوه، لكن العمر بيد الله، الأعمار بيد الله. تو فهمت ولا؟ معناها تنحى أمر الله، مش احنا جينا نحينا الرؤساء وعملنا ثورة ودرشنية وكل، لا. المواطنين السفاقس بلغوه حتى كتابيا بعث للرئاسة قلت له راهم مواطنين السفاقس راهم ما يحبوش ينحيوا حتى رئيس دولة سواء في تونس وإلا خارج تونس بالعالم، معناها مع رؤساء العالم اللي منتخبهم الشعب الشرعية الدولية، معناها مش طالبين، وحبوا يحافظوا على الرخص نتاعهم، يحبوا يحافظوا على النجاحات نتاعهم في قرايتهم في البكالوريا نتاعهم في سيزيامهم في نوفيامهم. هو نشحك وانت تنشحو بالطرف، ثم تكاتف ماكش باش تقصيه، يلزمك تعمل مجهودك انك تنشحو ولا رجع فيه. 78% ينشحو هذوكم 78% هاكم اللي دافعوا عليك، هاكم اللي انتخبوك. ما تقولش انا في لا في علة انك تقول انا في القصر وما عنديش قدرة ونقعد نستنى في التأسيسي، التأسيسي بيدو هما اللي نشحو، خاطر هزوا العباد وقتها وقسموه. احنا اللي تابعين افاق وتابعين زبيدي وحتى النداء نداء تونس وكل شيء، هزوا العباد وانتخبوا قسموهم في على التأسيسي، قسموا شوية على النهضة وشوية على حتى مروا زاد قسمنا عليه، معناها بعثنا للمنتخبين ليه، فهمت شكون الجماعة وقولوا له عندك الشواء وين تحب عندك تمشي تمشي، معناها يتسمى انا مانيش في الاحزاب لكن مراقبة للاحزاب، وانا بطبيعتي حتى كي دخلت للديوانة دخلت مراقبة حسب ما شفت، معناها تجربتي العادية كمواطن عادي في الاحزاب. بعثوا الحزب القروي، بعثوا القلب تونس، معناها بعثوا الائتلاف الكرامة، بعثوا الياسر احزاب الصافي زاده، بعثوا البعث معناها الاحزاب الاخرى، معناها هيك الصافي زاده عمل قيس سعيد او بعد زاده، معناها باش تفهم ما تقولش قيس سعيد وحدك، راهو هيكم الاحزاب اللي انتخبوا قيس سعيد واللي هما تو متواجدين في التاسيسي. علاش نكلمهم انا كند نكلمهم؟ خاطر احنا من العباد اللي انتخبناهم، فهمتش؟ معناها اصحاب عادي، هو يكلمني وانا نكلمه عادي، هو يفيقني وانا نفيقه عادي، معناها هو كيما هو تكلم في التأسيسي انا تكلمت بمقوماتي معناها البسيطة على الفيسبوك ولا على عادي، معناها على وسيلة التواصل الاجتماعي، واليوم محلول الانترنت غدوة نلتقى مش محلولة، معناها انت فرصتك ولا على اليوتيوب ولا اللي هو المفيد. طويل ياسر راهو طويل، لكن سبق عندي ياسر خاطر ننبهكم هيك يلزمك تنشحوا كما قلت، ما تقوليش انا في القصر وانا ما نجمش،
وانا محدوده صلاحياتي لا، وحتى تاسيسي اقسم بالله، اقسم بالله 78% يلزم ولا ازيد. انت ما تنجم ما تنجم تتصرف الا فوق ما فوق 78%. تحت 78% واحنا من الناس اللي كيما قلت لك اليد والساعد، الساعد والعقل والقرايه. اللي انا في نحكي على صفاقس وحتى اللي يشبهوني، فان في تونس ولا في القيروان ولا في اي اماكن، ولا في سوسه ولا في حمامات ولا في هاكم كنت تخبوك، خاطر انا شبعت ما بارتاجيت وشبعت ما قلت معناها للناس انتخبوا انتخبوا انتخبوا. عندي الفيسبوك، عندي الشاهد اليوتيوب وكل شيء. هيك كما قلت لك النتيجه نتاعهم فوق 78%. نعرف انه الابتدائي يعطي الصحه برافو. انا كي قلت بعثنا زاد المورو، المورو هيك بعث للنهضه، معناها احنا اللي بعثنا. فهمت شنو الحكايه؟ هي ما باش يتكتفوا الناس الكل، وزاد القلب تونس احنا زاد نفس الحكايه، وحتى تحيه تونس احنا بعثنا جماعه النداء الكل مشاو تحيه تونس، ونداء معروف سلامي به المفيد. معناها ما تقولش ما جابش في صفاقس، هكا اعطاء المنتخبين نتاعو امير السلامي. باش نزيد نثبت لك، انا صغاري كل نجحوا، راه مانيش نحكي على صغاري، صغاري نجحوا وشيخوا الحمد لله من قبل مش في العهد هذا. به المفيد معناها انت توا يلزم كيما نجحوك انت تنجحوا كيما قلت. قاعدين مسكناتي راجعوا ونسقوا بنسق سريع، وخايفين من مرض كورونا، مرض خطير، خايفين من فاس فاس للموت. راهو الموت نتاع كورونا معناها ناس مغامره بحياتها، انها تمشي للمكتب وزاره الصحه معناها برافو الجيش الابيض هذاك، معناها قاعدين قايمين بالوقايه، معناها قايمين بالوقايه ربي معاهم، معناها واقفين على المدارس وعلى التلامذه، التلامذه هيك كنز المستقبل، انهم ما يتعداوش الكل. فهمت؟ دونك انتم تحاولوا كيفاش معناها حتى كي عدي يعدي حتى وضعيته النفسيه مرتعشه، معناها خايف، خايف مش من الامتحان لا يسقط، خايف حتى من الموت نتاع كورونا. فهمتش؟ من الموت خاطر تجاه الموت والعدوى وكل شيء. دونك حتى بعد كي يدوب تخاف عليها التلميذ، معناها بقلة حيلته انه ينجم يعمل تصرفات معناها نفسانيه مع المرض، مع حاجات معناها انتحاريه. احنا علاش صغاركم ما صدقتوا ربي اللي جبتوهم؟ كل واحد عنده ثلاثه ولا زوج صغار ولا واحد، علاش؟ لما هذا البغض؟ علاش؟ معناها انا كي وقت باش نتكلم نتكلم ونقول الحق، يلزمكم تعاونوهم في الوقت هذا، مش تبداو تسبوا منا اتوغي اتخافير. عندكم تلامذة زادة تعدي في فرنسا، عندكم ناس تقرا في اللي فاكولتي نتاع فرنسا، علاش هكا؟ مو اللسان الطيب على القليلة، عندك ناس تسكن مقيمة في فرنسا، عندك انسان راهو ينجم يكون مش هو اللي قصف في فرنسا، فرنسا بيضا تقصفت، وحتى في المانيا زادة. عندك ناس لازمك تراعي ظروف، عندك سائح باش يجيك، تراعي ظروف السائح تعيش في امان، سواء الالماني ولا الفرنسي، على حد سواء. تو فهمت ولا لا؟ علاش؟ بربي علاش؟ علاش هزبت وطيحت كل شيء؟ انا نقول قبل 23 نوفمبر يلزمكم تحتفظوا. اش تعملوا بعد ما توفى الامتحانات حسب رايي؟ تعملوا عطله صغيره اللي هي شهر جويليا. وشوية في اوت يعني الجزائر عملتها، فكرتي انا هبطها على الفيسبوك، باش ترجع لو 23 اوت وباش تبدا تقرا نسق سريع درسين، درسين في اليوم، وبعد تخليه وبعد ممكن ياخذ الراحة نتاعو في العطلة نتاعو يراجع معاه التلفزة. التلفزة زاد هذيك فكرتي انا بديتها على اليوتيوب لولا، خاطر صغاري بعاد قريهم عن بعد على اليوتيوب نهبطها مجاني للناس الكل. تو فهمت النسق السريع، بالنسق السريع هيك تقريه الدرسين باش من هنا لو 23 نوفمبر يكون هو عنده على القليله نتاع زوج تريميستات. اذا كان ما تحاولش، اذا كان مهف مهف وذكي جدا تكمل له ثلاثه تريميستات، وبعد حتى كان رجعت تعمل له مراجعه، ضمن له المعلومه هذيك نتاع السنه تبدا في السنه الثانيه. انه عمل لك غنيه، استنى الغنية شنية، استنى الغنية، باهي باش نكرهها،
بعتها لك غنيه قال لك اديت في السنه الثانيه نقول لك نكمل نتاعك وشريوني كونجيلاتور تو نفسر لك عليه يا غنيه جبت الثلاجة بفلوس وجبت الغسالة بفلوس لحد ما جبت الثلاجة بفلوس وجبت الغسالة ثلاجة بفلوس جبت الثلاجة بفلوس وجبت الغسالة على الكونجيلاتور على خاطر احتمال هاو نقول لك عليه علاش تقريه بنسق سريع تكمله وبعد خليه مع الثلج زعما الكل يكون هو فاهم كمراجعة وترفه وانتي فك العطلة هذيك نتاع جويليا وأوت راه باش تقعدك جمعة كاهو باش تاخذي له في أوت من العطلة هيك هاو لو 23 سبع أيام أما هيك السبع أيام باش تربحك في ترميستا ولا في اثنين تخيماسك ولا اثنين قراية فهمتش مادا قبل لو 23 أوت راهو الانتخابات الأمريكية احنا ما تقولش مش مرتبطين راهو إذا كان ما نجحش واحد فيها باش دور معناها مشاكل والله اعلم بها طريقه المشاكل نتاعهم انتوما تعرفوها ما فهمتش مشاكل معروفه مشاكل الدول العظمى كيفاش تتحل معناها تنجم تكون بصيغه سياسيه وتنجم تكون بصيغه حربيه انت يلزمك تحتار تربح الوقت تقري كما الجزائر قلنا عملت هذاك راقبه مياه السد بنات سدود جديده باش ما كي تصب المطر ما معناها خاطر ساعات الغضب نتاعهم ينصب في العواصف والعواصف تجي في الـ في الـ في الـ مش حتى هو راه هو كي يتكلم لك رئيس ما يتكلمش وحده يتكلم الشعب اللي انتخبه والاخر الشعب نتاعو اللي انتخبه زاده معناها مواجهات نتاع الشعوب هيك يبدا قائد منا وقائد منا معناها مرشح منا ومرشح منا والمنتخبين تو فهمت وكذلك في العالم يبدا قائد منا وقائد منا يمشي كي الهرم هيك راس الهرم ويمشي يتبع لبقية المدن لبقية الدول والعالم دول العالم معناها انت تتبك تحتار ما تعرفش على الرياكسيون نتاعهم شنيا انا مشي انا راني قلت لهم هيك من قبل من الجمعه اللي فاتت انا كتبته هذا انا يبنيو ديجا هما وراوني من قبل يبنيو في السدود باش كي تصب المطر ياسر في الشتاء واللي هي معناها تبلك التلميذ تقول لي علاش باش تقري في الصيف التلميذ طوله متر وصغير يدخل لك 5 سنين للمكتب ولا للروضه 3 سنين ويشقك الواد هيك الكبير ما يشربوش الحليب طالعين قصار خاطر ما يشربوش الحليب البقري زعما ما يشربوا الحليب البقري باش يتوالوا فهمتش باش تجيب لهم الحليب البقري لازمك تخدم الفلاحه بالبالي وتعمل القمح وتزرع القمح وتريقل يمشي لك ويشق لك هاك الواد هذاك يهزوا الواد يموت ما يعوضوا حد المواطنه كل الام والبوت ترزع في بعد بلا علينا ربي يحفظنا علاش تجي انت معناها تخليه في حكايه كيف نكش شتا يقرب والامطار تجي وكالسد يفيض طبيعيا بالمطر ياسر يفيض طبيعيا وساعات حتى يتكسر للسد خاطر يفيض ياخذ اكثر من طاقته وشنو السد هو كستر في السيمين معناها السيمين ساعات يتشق يهبط ديريكت على المدارس على النزل على العباد فهمت كيفاش الناس ضحايا فعلا ضحايا انت كيفاش تمنع من العباد هذوكم يلزمك تفيقهم معناها تبدا بالتلميذ ساعه تقريها قبل تبعدوا على فصل الشتاء اللي هو جانفي وحتى ديسمبر يتعدى ما قلنا لو 23 هما عندهم الانتخابات لو 23 قبل لو 23 ماكش باش تلقى دعم وماكش باش تلقى انت كوطن ضعيف وبعيد عليه ماكش باش تلقى لا قروض لا شيء خاطر قاعدين في مباراه باهي ماكش باش تلقى راهم اذن ساغيه ليك وبعد الانتخابات اذا كان نجح الموجود توا الرؤساء الكل والحكومات يقعدوا الموجودين اذا كان طلع واحد جديد اللي قاعدين اللي القدم يتنحاو الكل ويجيو جماعه اللي تابعين جديد
اللي تابعين جديد يتنحى الرئيس والحكومة والوزراء ورئيس الحكومة والتأسيسي وكل المديرين اللي تحتهم في الوزارات والمستشارين والعباد العاديين، فهمتش؟ هذا اللي كان ربي يرفق بيك وما قتلوكش. كي يطلع لك واحد طيب يختار لك معناها في مقابله المرشح هذاك طيب، مش مرشح اختار له باش يقتلك خاطر كنت مثلا ما عجبتوش ولا اي حاجه، تو فهمت ولا ما فهمتش؟ معناها انت يلزمك تقول انا هذا الكلام نقوله للجيش الوطني. انا كان عديت عام في الجيش، قريت في الجيش الوطني اللي كل نتاع دي دوان، نقول لهم فريمون يلزمك تحضر لجنه كوارث للجيش، خاطر وقت اللي تتسيب المياه كيما هكا نتاع السد الساعه يلزمو يبني السد، السدود لي زانجينيور وكل الحكايات هذيك لازم يراقب السدود من الجثث، مش كان السدود البحر البحر، ما كان الجثث اللي تترمي نتاع كورونا وتجيك العدوى، يلزم يراقب المياه الشرب هيك باش ما تجيك شكاكه، يلزم الشطوط، يلزم يراقب التلامذه وكل الفيضانات. انت باش تقعد محمي على القليله على الجيل نتاعك اطفالك ولا احفادك، يلزمك في وقت الشتاء جانفي فيفري مارس كل واحد في داره يكون قرا ويراجع في داره، وشويه ترفيه وشويه سبور وكل شيء في داره، محمي في الشهر كيما الواحد على خاطر بعد الامطار مباشره مباشره وقبل التلقيح، زاد خاطر مازال ما هبطوش التلقيح راهو مباشره بتجي كوفيد، تتعاود موجه ثانيه نتاع المرض هذا، الموجه الثانيه. خاطر كيما قلت لك ها نقول لك علاش الغضب نتاعهم يجيك النار، ما تفيقوش. والصيف وفي الصيف بطبيعته كان اللي تبدا اخر الصيف تبدا تحترق الغابات، تحترق تتلم معناها السحب، تتلم السحب تهبط امطار وملوثه وتهبط تملى السدود، ومن السدود تفيق تمشي للعباد. شكون المتضرر؟ الجيش. الكوارث فعلا نقول لك كوارث طبيعيه، كوارث طبيعيه كلها باهي. هذا كان ربي يرفق في بيك، يجيك هكا ما جاش واحد هكا مثلا قنبل عليك ديرك كيما وقتها قنبلوا في العراق، فهمت؟ ديرك هكا دوبا دخل ديرك تقنبل معناها عادي. لا باش نفهمك اللي هو ينجم يقنبل عليك ديرك، واذا كان جاك واحد هكا يقول لك اتنحى معناها يكلمك يعمل لك خطاب من امريكا يقول لك اتنحى راني جيت انا مثلا ولا حاجه، يسمى هيك هيك معناها عنده ديمقراطيه كبيره ياسر وسياسه كبيره ياسر، معناها يسمى بالتونسي ولد اصل، فهمت؟ ويسمى خاطبك ما حقركش باهي، خاطر الاخر ما يكلمكش ينجح، والا حتى كان نجح اللي متواجد توا الاخر عنده شعبيته زاده ومتابعيه زاده في بقيه بلدان العالم، مش واحد هذاك، الاخر عنده مشجعيه في بلدان العالم والاخر مشجعين في معناها المعارضه، تو فهمت كيفاش؟ زاد الرياكسيون نتاع اللي موجود في الدوله زاد هذاك، حتى كان نجح هذاك الرياكسيون زاد صعيبه شويه نتاع عبد ما زاد ما انتخبوش، ما فهمتش؟ انت كي تعرفوا اللي هو مثلا مستانس بيه ما عملكش انت في الوقت الحالي تو حد شيء. انا واحده من الناس نكون مع اللي موجود توا، وامريكا معروفه تعمل 5 سنين الاولى وال5 سنين الثانيه. وبعد 10 سنين يجي الرئيس الجديد، فهمتش؟ وتخلي لك انت الفرصة باش تنجم تبني اقتصادك ويخدموا الجماعة هذوك ومعناها ما تنهارش الدولة باهي. هيك علاش قلت لك قبل 23 نوفمبر نقول لك الجمعة هذيك في الانتخابات باش تخرج النتيجة، كي تخرج النتيجة باش نقول لك وقتاش تجيك النتيجة آثار النتيجة، يوفى عندك راس العام كل 26 ديسمبر باقي تقعد كل شوية نيفاك واحتفالات حتى الوقتها وباساسيون باهي، وبعد الباساسيون في جانفي بعد راس العام معناها ما تعرفش منين جاتك الضربة، ما تعرفهاش الضربة منين جيك، ما تفهمهاش تقعد عاجل. انت اش تعمل صغارك الساعه يكونوا فيه القرايه نجحوا
ورجلوا وخذوا البرنامج وكله في ديارهم المؤونه الامن تو الامن التعليمي ما وصل تو الامن الغذائي انا تو قاعده نغشش فيك في الامتحان انا قاعده نعطيك في فوزك للامتحان معناها ننجح فيك بالقوه نشجع فيك تو فهمت انت كي انا نقول لك رد بالك راهي تجيك شفازه كيف هكا انت زادها جماعتنا ومتاعنا ترد بالك عليهم وكما قلت لك ينشوا 78% 17 تجي ونقولوا كيكا 78% باهي تو المفيد حاسينه هاي اش باش نقولوا تو احنا في جانفي تكل بعضها يكونوا صغارك انت نحكي كمواطن عادي صغارك في اللي فيه معناها عندهم الامن التعليمي والامن الغذائي هذا راهو نفهم حتى في جماعه الجيش وهيك هما مسكنات اللي يجي على روسهم هالكوارث هذه مجابهه الكوارث هما يجيو بها يواجهوها الاخرين يتكلموا كهو يسبوا ينجموا يسبوا يعملوا كل شيء وبعد كي تجي رياكسيون تجي في راس الاخرين ما تجيش في يدكم اللي يسبوا تو فهمت ولا خاطر هيك يسيب لك ارهابي من الجنوب ولا منين تقي فيه يمشي الجيش باش يدافع عليك باش انت تتقبح يخسر هو يمشي تيم صغار وتامة ودنيته كل شيء ولا شهرية وزيد يقول له التقاعد ما فماش التقاعد ما فماش خاطر ما خدمش كي ما يخدمش بالحق ما يجيوش تقاعد لكن اللي خدم وسبق فلوسه هيك يجيه التقاعد إذا كان ما خدمتش ميزانية الدولة فعلا كما قال ما يجيكش التقاعد لا ما باش يفهم هي راهي ولا وتطيح الحكومات معناها وتنحل الدولة خاطر بلاش ميزانية الدولة معناها عندهم الحق معناها اللي يجي في راس الحربة يجي الجيوش الأربعة والدولة والحكومة أكد تأسيسي نورمال عادي يقعد يتقبح هكاك ويلعب يلعب إيش عنا فيه اعذروني معناها مادام حضر لك المواطن يلزمك زادة تعذر الكلام نتاعو على غالب تفيق يقولوا لعب بايخ اللعب البايخ به اللي حرم محرم فؤاد سمعني لازم ممثل يحرم معناها اللي هو بعت بالتوريزم وكل شيء والاخر جاي حرم قال له على شنو انا مانيش فاهم على شنو الكلام هذاك الكل باش هانو كل سي هانو ما جاكش اقعد تو في ازمه الناس باش تموت بالشارك نتاع التوريزم وصغار ومسكنات ما لقاوش حتى ادوات المكتب معناها هو ينتخبك ويعطيك 5 ملايين كل شهر بتجي اخر ضربه اخر ضربه تخلي له ولده جيعان مجاعه حتى دويت مقع ريال يمشي حفيان من شق الواد الحمد لله يا ربي ما قلناش الامن الغذائي ما قلناش الامن الغذائي شنو الامن الغذائي الامن الغذائي يلزمك تزرع القمح توا ماك حصدته توا وقت الحصاد قبل ما يهبط لك التبروري هذاك ما قلت لك من الغضب قبل ما يهبط لك التبروري يكسر لك كل شيء ما تحطوش في الاحتكار خاطر الاحتكار يتشد لك ولا يتهلك باللي سترين داك القوارض اللي تجي ما بعد كورونا يتهلك لك توزعوا على الناس كل واحد مثلا ياخذ ستيكه مقرونه ستيكه فرينه ويخمل في الفريجيدير المواطن العادي في الفريجو عنده كونجيلاتور صغير يشريوك الكونجيلاتور صغير باش يخملوك الغله تمشي لهم جو للشتاء وكل شيء المشماش وكل واحد ما تاخوش كان نتاع الصيف استهلاك الصيف ولا مؤونه الصيف خذ حتى الشتاء خاطر يلزمك مقويات وقت الشتاء تبدا برد وكل شيء ويجيك يقرب المرض نتاع كورونا اختار المرض هذاك انت تكون عندك المقويات هذه وكل اكل مشماش وكل عوينه وكل كل شيء تخمم وكل البقوله حتى البقوله الجافه هيك اللوطه تحطه ولا كل الجلبانه والقناريه وكل شيء ما فهمتش هيك في الكونجيلاتور الفوق واللحم بوت كل شيء تخمم وما يسالش انت هانو عندك راهو انا واحده من الناس يصبروا لي 6 شهور ومعناها عادي انت 3 شهور شهرين 3 عادي بالنسبه لي معناها يلزمكم تحضروا الامن الغذائي تقوموا بالحصاد هذاك وتخملوه في مناطق مداويه منظفه باش ما تجيهاش السترين معناها القوارض وكل الفرازط اللي يسيب لك كل قنبله نتاع الفرازط عرفت فهمت الغش نتاعهم فهمت كي نتكلم علاش انا فرزيت اقسم بالله لا نجمت نقتلو بالعاني تعمدت نصوره ما نجمتش انا فرزيت نولي نصيح معنا جعل بالعربية وكفار
حتى نشوفه انا شمشي تبخيت عليه بالفيتوكس وجيني بالليل ويا بدا يطير وكل حكايات معناها مشكله نخرج من البيت نخرج ونسكر وتاكل بعضها مش خلي فيما بالك جيت كلك علاش انا من الجيش وخاف ولا غالب اكيد اخت الضابي فرضي الجيش راهو مش بالقتل الجيش ترينينا على سلاح وترينينا دفاع فردي لكن ترينينا باش ندافع على روحنا ضد الشر ضد الاعتداء الخارجي لكن انك في دارك ما تعمل شيء في دارك لازم كيما قلت لك تزرع تحصد هيك الجيش ايش يعمل عمي ولا التومه تنتخبوا والجيش قاعد بال 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 بالكمين نتاعو يجيب لكم في القمح باش يحطوا ويخزنوا من الامطار ومن التبروري اللي باش يهبط وقتها وتوما مش فايقين بالكمين نتاع الجيش فهمت وقت التومه في الانتخابات اللي زدتوا مبدلين والحمير والحمير والكحل والكحل والسشوار ولا 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 والاعانات والدنيا هابطه والدنيا وتوما ما نحكي لك شو هو وهو بالبركة كان سيدكم بالبركة والرجال والكل وقصد بالله والجيش ويملاو لكم فلاحة يملاو في القمح في القمح باش يخملوكم باش توما تاكلوا وصغاركم تاكل وصغاركم تعيش ولا راهو توا عندكم مجاعة شتمتك مانيش نلوم فيك وقصد بالله لاني حاسدتك انا اللي انتخبتك وانا اللي عطيتك كما نقولوا بالصوت نتاعي البسيط لكن عقلي لازمك تفكر في غيرك كي تتكلم باش تقول الكلام يزم كذا مش العمين مينيش برا حمر وعمل شكل أنا قدامك عادي أنا لكن أنت محمرة في وضع متاع كارثي متاع كارثة طبيعية ما يجيش ما يجيش أنا بدي حمرت أنا ما يجيش على خاطرك اليوم راس مانيش عايزيهم بالعكس هذكم أخوات لكن نفسر لك وقت اللي تبدأ كوارث طبيعية قسم بالله لا ينفع لك حل الحمير لازمك تشمر كيما بنات تونس وكيما تعودوا بنات تونس وتهبط شيخ تيران بالحق تنسى ذاك الكل هيك وقت الرخاء خليه في الحجر الصحي انت ما عندك الامن الغذائي والامن التعليمي والامن الاقتصادي تكون خدمت وخزنت شويه فلوس فهمتش انت وقتها تكون وقتها حمر وعمل اش تحب نورمال مع عيلتك عادي وحتى خارج عيلتك ونورمال فهمتش اما على القليله امن حياتك امن حياتك قبل ما تبدا انتخابات وناخذ القروض من الانتخابات قروض باش تبيع بعد دارك باش تتباع انت مخديت قرض الا مرهن دارك فهمتش تشرد صغارك دارك معناها تونس الوطن التونسي توا ايش قلنا تخمل في الكونجيلاتور تخمل في الفريجيدير باش ما يجوكش القوارض حتى النمل مجرد النمل اللي يعجي معناه يسيب هكا القوارض هذيك بعد كورونا يجيب اللطف التعود كل يبدا كحل هكا وكل امراض هيك فهمت معناه ما تنجمش حتى تنتخب علاش نقول لك انا ما تحشيوش صبعكم في المحبره هذيك على خاطر يبدا المرض وكل يتعدى المحبره برك الاف يغطسوا فيها صبع مشكله وردوا بالكم نحيوا حكايه الصبع هكا كوقايه للصحه في الانتخابات خليه كل واحد يجيب ستيلو نتاعو يعمل يصحح ويعمل العلامه هكا هاو ويكتب اسمه ديجا كيفي هكا فهمتش هذا بالنسبه للامن عملنا التعليم صحيح عملنا الامن الغذائي قلنا اكل الدكله قبل 23 نوفمبر خاطر كيما قلت لك قبل ما تبرد ما فيقوا ما بالحكايه اليوم مثلا واحد نجح والاخر ما نجح انا على الطرفين نحكي تكون انتوما حصدتوا زيتونكم رجلتوا الدكله نتاعكم كان غلفتوها ولا هبطتوها على بكري كان السنه ما تخزنوش انا نقول لكم السنه ما تخزنوش امشيو اعطيو بيعوا في السوق بيعوا في السوق بالقرو خفضوا في التسعيره وتعدي وتسلك روحك خير من اللي يمشي لك بالتبروري ولا بالفراسه كما قلنا القوارض يمشي لك معناها ولا يمشي يولي فايت الاجل في كما في نتاع في خطب الحجر الصحي خاطر راهو ما تقولش في جو في ما فماش فما موجه اخرى انا نقول لكم اللي فما موجه اخرى كما قلت لك تقول علاش ربما عن جهل لا فصل الشتاء يكثر فيه الرعد والمطر ولابد ترجع الحكايه هذيك فهمت خاطر هي تجي من البرد من فصل البرد اكثر مش من الصيف به تكونوا انتم عملتوا كيما النمله سيستم النمله والجعل معناها تكون في الصيف حصدتوا وعاود احرث توا سايبك الكماين بالاله
احصد بالاله مسرع خاطر وحرث وحرث بالاله وعاود ازرع سواء بطاطا ولا اللي هو تعاود تزرعه ومذا بيك البطاطا ما هي مغروسه والسفناريه وكل معناها حتى كان التبروري ما يجرى لها شيء حتى كان يتصب عليها ما يجرى لها شيء كنش الفيضانات الفيضانات يزمك تعس على السد تراقب السد باش ما يتكسرش باش ما يتحلش معناها فهمتش والامطار ماذا بينا ان شاء الله تكون ما فماش امطار ياسر باش ما يفيدش خاطر يفيد باهي نزيدو نشوفو حاجات اخرى تجديد المسابح بمياه البحر اقل تكلفه اذا كانت جماعيه وفي نفس الوقت تشغل السونات في انك تعمل لك المضخات معناها تجيب يد العامله معناها وتربح السونات معناها تخدمها فكتعديل المواسير في الصيف ومعناها تربح فهمتش وفي الشتاء فهمتش الماء الحلو وفي الصيف الماء الملح للوتله الخلاص به معناها في الوتله للمحافظة على المخزون المياه الشرب ما عادش زادة يبذروا مياه الشرب في البيسين وبعد يتعديوا كما قلت لك فهمتش مياه الشرب للشرب للمواطن البسيط اللي مش لاقي في الجبل مسكين مش لاقي شربة ماء المرأة تهبط تطلع جبل وتهبط جبل اللي احنا عملناه راهو التدريب هذاك في الجيش نطلع ونهبط ونجريو الجبل لكن في على ظهرها بدون ب20 متر ولا زوز بدن راهي ماهيش حمار المرأة الريفية هذه الإنسان يلزمه يحترمها معناها وشك وتحية لها المرأة الريفية هي هيك اللي تزرع وتحصد وتعمل مع المواطن مع الفلاح فهمتش يلزمك تعطيها قدرها تعطيها قدرها وهيك راهي زادة في دارها للة عائلتها وتعمل كل شيء في دارها مكياجها ودنيتها وكل شيء كل شيء فهمتش في دارها أما أنت يزمك تعطيها حقها زيادة بالنسبة للمرأة الريفية ما تتهزش كل علوش كل هيك معناها تعتبرها هيك كل علوش ورا في الكاميون معري هيك تتهز أقل شيء أقل شيء أقل شيء هي تتهز معناها في هيك كما التاكسيات الجماعية وإلا كالصفات اللي تبدا مغطية وفيها الكراسي كما النقل الريفي وتكون مغطي باش حتى كان أي حاجة حتى ريح راهو ينجم يقلب الكاميون حتى ريح حتى عاصفه هي تمشي في البرد والشتاء تمشي لك لكن الثانيه على 10,000 فهمتش انت لازمك تعطيها قيمتها حتى في الترونسبور الترونسبور هكا لازم يكون بلاش وتكون امن ويكون امن تامن لها حياتها فهمتش وكيما عمل قبل المسؤولين اللي قبل امن لها حياتها والمرض نتاعها وعمل لها كرني وكل شيء فهمتش خاطر عرضه لازمك تهزها في النقل الريفي هذاك وتكون معناها المسكر هذاك وتهيئ لها الكياسات انت تحافظ على البترول لشكون اذا كان انت ما تعطيش قيمه للمراه الريفيه اللي هي تجيب لك في القنف والشعير وكل شيء معناها وتحصد وتعمل باش ياكل ولدك لشكون تخبي في البترول اللي هو مكون من مكونات الزفته اللي يعملوا بها الطرقات زادت تمد الطرقات طرقات الجبليه وتراكسه تحل كل شيء وتمشي لها وتعدي الماء المياه والكل مياه الشرب هذا كل ما تخش تستنى حتى الانتخابات الجايه ولا نعمل لكم بعد ما نكمل 5 سنين ونزيد انتخابات اخرى لا تو حطوك تخدم تو تقبل شهريه تخدم وما يجيش يعارضك التاسيسي يزم يكونوا معاك الناس الكل في حكايه كيف هكا خاطر هيك الامن نتاعهم هما انت في الاخر خادم القوم سيدهم انت في الاخر تخدم في الوطن وحامي للوطن تو هذا راني نحكي عن الكل انا نحكي على الفلاح نحكي على الجيش الوطني تحيه ليه نحكي على المواطن عادي نحكي على السياسي نحكي على الكل على اللي انتخبوه على اللي ما انتخبوهوش الناس الكل تتكاتف في الوقت هذا في الازمه هذه شعنا يقع تمديد مواسير مياه البحر لمن يطلب من متسكن السواحل لتجديد المسابح بمياه البحر اقل تكلفه اذا كانت جماعيه ممكن يطلب ما يطلبش واحد يطلب النزل واللي النزل اللي بجنبه والا البيوت اللي زاد فيها المسابح والبيوت اللي بجنبه تكون اقل تكلفه هنا حكيت حتى تعبت معناها كتبت حتى تعبت الجنين انه استنى هنا انا قريب باش نرقد وقتها انا مش خاطر نسيت هابطه انا اريد الامن والاستقرار لكل
للكل، وانا مع بقاء كل رؤساء العالم، والله يعين الكل على العمل وتقدم والنماء لكل شعوب سلمين امني به. هذا في الاخر هذا امل امل السلمي، واللي يشبع يشبعها به، وانا نشبع لجماعه الخليج معناها، انا باش نبداو فاهمين، ونشبع للمغرب زاد المغرب العربي شمال افريقيا به، نبداو واضحين معناها واشبه. هيك على الميزانية، على الميزانية، على الميزانية شيء كبير. إذا غاي عندي أسبوع من اللي كتبته قبلهم الكل، بعدها نحكي عليه. استنى ميزانية الدولة جديدة على المحاسبة، هنا على المحاسبة. استنى هنا 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 يا سيدي، هنا سامحني باش نقول لكم الكلام هنا. وانتم انانيون لا تفكروا سوى في المنصب، ولم تفكروا في التكاتف لاجل العمل ولو لاشهر، حتى يبان من سيحكم اقوى دوله وما سينجر عن ذلك. معناها الانسان يفكر بانانيه بانانيه، ما حبش حتى الاشهر، لو بقات خمسه اشهر كما قلت لك تزرع وتنجم قبل 23 اكتوبر تحصد، ولا حتى في اكتوبر في ديسمبر تحصد وبسرعه بسرعه، كلي بالاله ما تقعدش تستنى. فهمتش ما فاقوا هما، ما جا جانفي ما ندري شنو، ما بدات الامطار والتبروري هذا، والماشيه تكون في اماكن عاليه، ومعناها وماذا بك كما قلت لك تفرق اللي هيك حوت وهيك لحم وهيك معناها يشريوا راهو العباد، ما تقعدش تفك من عند الناس وتعطي الناس، لازمك تخدمهم وتشري وتحط مع القليله حتى بثمن رخيص مش بثمن غالي، وتقعد تطيش في الخضر والغلال حرام هيك، اعطي للقليل مسكينه اللي ما عندوش، ولا يشري رخيص رخص له خليه يتباع. راكم في حاله ازمه، في حاله حرب، حرب ضد المرض وحرب زادة راي سياسيه باش تجيكم، خاطر كيما قلت لم تعتبروا لسنة 2009 وكيف هاجت الشعوب، ذلك لأن الرئيس الأمريكي قد تنحى وأتى الجديد، وقت تنحى وجاء الجديد، والآن نفس الوضع، شعوب تتنحى والأخرى تنمو. تو فهمت نفس الحكاية، تو باش يتنحى فما انتخابات. ألا تعلموا أن بتنحي الرئيس الأمريكي يتنحى من يتبعه في العالم مهما كان رأيه، ليأتي الجديد حتى في الرخص يستوجب رخص جديدة. لا يعقل هذا، معناه يقعد كل شهرين كل عام كل عام كل شهرين ثلاثة رخص جديدة، أمر متعب. وإلى متى؟ أنا ما عنديش رخص، ما نحكي على نوصلك في صوت المواطن من صفر. وإلى متى سيبقى الجديد يحاسب في القديم أو العكس؟ ستدار لعبة حروب، لأن الكل استنفذ فخ مصاريف الانتخابات الديمقراطية وترك العمل لأجلها. هما شو يعملوا في الديمقراطية هنا في السياسة؟ مو كل شهرين ثلاثة انتخابات، يعملوا هكا يتركوا العمل، ما يدخلوش مصاريف فلوس، ويبداو ياخذوا في القروض، ويبداو يعملوا في الإشهار والكل حتى يفلسوا، حتى تفلس ميزانية الدولة وتولي في كريديات وتنهار تنهار. هذا الفخ نتاع الديمقراطية، هكا هو الفخ الوحيد بكل الاشهار وكي تصاور وكل شيء، وليه يوصلوا حتى المنتخبين كل واحد يمدلوا 10,000 يمدلوا 50,000 الكل، ويقسم بالله انا مشيت راه مشيت بعيني كمراقبة، والله لا شفت مثلا فلوس ولا حاجة، والله مواطنين اللي هذا قلت جيت انا اللي وريتهم اللي معاه انو افاق وزبيدي وبعد قيس سعيد، واقسم بالله دور ولا بالحق يدير نظام، جاوا لاجل الوطن، وناس علماء جات، علماء ناس تفهم شنو معناه حماية الوطن، حماية المواطن التونسي. ميزانية الدولة أفلست، أنهك رجل الأعمال، أنهكت الميزانية نتاعو والمواطن العادي، وأما الفقير تحدث ولا حرج. كيف تطالب الدولة بتشغيلك وأنت لا تعمل لتمول ميزانية الدولة؟ أنت تطالب الدولة بالشغلك وأنت ما تعملش،
اذا كان ما تعملش كيفاش باش كيفاش الميزانيه باش تتمول، وكيفاش الميزانيه باش تدخل عباد للتشغيل وباش تخرج ناس للتقاعد، وبعد باش تدور الدوره الاقتصاديه ترجع له فلوسه. فهمتش؟ اين سيهرب الانسان؟ الانسان العالم مفلس، حتى اذا كان خذا قرض باش يهرب من تونس وين باش يهرب؟ العالم كله مفلس، وانت باش تهرب للي عطاك القرض واللي مخمل عنده فلوسك، فلوس القرض هذاك باش يفكهم لك ديريكت من غادي، مفلس بمصاريف الديمقراطيه، مفلس حتى اذا كان مخمل فلوسك، مش مخمل، انت صرفتهم في الديمقراطيه وفي الاشهار وكل واحد في كل حكايه هذيك، البطاله بمصاريف الديمقراطيه، البطاله لاجل الانتخابات، تبطل فيك. ومن سيعمل لاجل ملء ميزانيه الدوله التي تمنحك اجرك؟ شكون ملت اذا كان انت باش تقعد تعمل في الانتخابات متكرره شكون اللي باش يعمل وباش يعطيك اجرك سواء باش تنتخب بعد 5 سنين هو الا باش تقري ولا مصاريفك معناها ولا باش تاخذ اجرك تو سامبلومون. اذا لا تعمل او لا تصب مداخيل عملك لميزانيه الدوله، كيف تطالبها بتشغيلكم ومنحكم اجر كل شهر؟ من اين عليكم بالعمل، فانتم تجاه حرب، سواء حرب ضد كورونا قلنا صحيه، والا معناها تبدا ضعيف حتى صحتك اذا كان متخملش المؤونه نتاعك، الجسد المناعه نتاعك تضعف، والا سياسيه زاده، السياسيه كما قلنا من امريكا رايو من الدول العظمى هيك كي باش يتنحاو مش باش يسكت لك، مش هو الشعوب نتاعو، والشعوب نتاعو في جميع انحاء العالم، وحتى الاخر اذا كان باش تجيب جديد مش باش يسكت للاخر للقديم، ولا الشعوب نتاعو اتباعو في جميع انحاء العالم، معناها امر ياسر عجيب ومتعب، متعب، يلزمك معناها فعلا تحيه للجيش الوطني الابيض ولا الاخضر، والا الجيوش الاربع انهم معناها يحتطوا في يدهم. قديش احنا ميزاننا؟ احنا جوان انسان، جويليا اوت سبتمبر اكتوبر كنتارت نوفمبر وديسمبر هكا يبداو ميزانو باساسيون هكا وكل كاتيخني بعد في جانفي وعدي وشويه هكا كيما قلت راس العام مجامله لراس العام، وبعد في جانفي معناها تحضر روحك فك الخمسه شهور هذوك القرايه يلزم تقرا الكل وتمشي عند التلامذه، المؤونه تكون في الكونجيلاتور نتاعك ما تبداش احتكار وتتفك لك ويجيك الحجر الصحي بالبرد بفعل البرد معناها في جانفي، كل شيء قبل جانفي تكون انت مرتاح امورك باهي، ما تقولش ما قلتوليش وما علمتونيش. انا امل السلامي المواطنه العاديه من فخ بنت محمد السلامي اللي في الداخليه، وانا اكس دوان قبل لكن توا مستقيله باهي. ام لي 3 اطفال، ام معناها ونشبه كما قلنا الفرنسوا الاول واللوحه الموناليزا، إذا نتنا بالنسبة للسياحة كتبنا ياسر للسياحة، ربي معاكم وربي يعينكم ربي يعينكم، معناها راهو الوطن التونسي معظمه أخوة، معناها اتركوا الخلافات والمستقبل قدامكم بإذن الله. أنا أمل السلامي أؤمن بالاستمرارية في العمل والإنتاج والسلام والثبات لكل رؤساء العالم لحماية أوطانهم مع الشعوب نتاعهم عوضا عن الحروب. أنا عامل ديجا، أنا مع النجاح المباشر للكل ومع العمل القار والمتطور ومع المصاريف المحكمة معناها بحكمة، ومع رئاسة ترامب الرئيس الأمريكي لمدة أطول وأركز وأثبت، خاطر كي كل 5 سنين ولا كل أنت بدك تتنحى تترهوج معناها، أما كي يقعد لك 10 سنين تنجم تثبت هكا شوية، معناها إذا كان ثم علوم تنجم تتطور، إذا كان ثم اقتصاد ينجم يكون متطور وثابت أكثر، وبعد 10 سنين كل واحد يمشي على روحه بطبيعته ما عندوش الحق يترشح معناها بطبيعته، فهمتش؟ عادي. زيد معناها نجيو نسبحوا ضد التيار، وما نتيجة الإفلاس والفوضى سوى التنحر والحروب والسرقات، تحتاطوا من السرقات زيدا، إذا كان باش تجوع شفت في لبنان كيفاش معناها كيفاش استنى نقراها، كمل ناقصة شوية نظر مشيت،
ومن نتيجة الإفلاس والفوضى سواء التناحر والحروب والسرقات والجهل واللا عقل، فلما تهدر كل هذه الأموال على إقناع طفل مراقب الانتخابات؟ مش كملت. وهذا ما نشاهده الآن في أمريكا، لو لم يجوع الشعب نتيجة الإفلاس في مصاريف الديمقراطية المتكررة بنسق سريع في الانتخابات لما دخل جل الشعب في حالة فوضى. عم نشوفوا الانتخابات الأمريكية فوضى عارمة، ولا سرقة عين في عين، يدخلوا يحطموا البنكة، يحطموا المساغة، يحطموا السوبر مارشي، ويهزوا هكاك اللبسة كل شيء، يهزوا هكا الكل مرجوع مرجوع على خاطر قعدوا ينتخبوا في جرة بعضهم. معناها مشكلة، ويولي العقل كي غيب معناها تغيب المؤونة والمواطن يجوع يحضر العقل، وفي العقل معناها تتوقع كل شيء، تتوقع السرقات، تتوقع القتل، تتوقع كل شيء. وبعد الإفلاس الديمقراطي الضعيف والقوي بفعل الإشهار، معناها بفعل الإشهار الإفلاس الديمقراطي يقعد يشعر ويقنع فيك المراهق. من هو تحت رحمة المراهق هذاك؟ أنا أهبط الجيوش هيك اللي تأمن الساعة مكلة المراهق ما يجوعش، الطفل ما تخليوش يجوع، هيك طفل كبير المراهق أمن له مكلته باش ما يهجمش عليك هذاك هكاك، وبعد نعملوا أقعد معناها ونعملوا الديمقراطية ولا اللي هو، أما يكون عنده أمن غذائي وأمن علمي وأمن حتى مالي، ويكون معناها مش متشرد. وتجوع الشعوب وتعرى وتفتقر ويغزوها الجهل والاميه لتنحدر نحو الحروب والهمجيه كما شفناها تو حتى في لبنان تو خلق معناها تحل انحدار معناها الليره نتيجه الميزانيه انه والبطاله والاشهار الدائم نتاع الانتخابات معناها حتى ولو يجمع على البنوك. هنا حراسه نطلب من الامن يحرسوا الاماكن هذه، راي البنوك راي هيك خزينه الدوله، راي مؤونة الدولة، راي هيك شهريات الأجراء، الناس البسيطة اللي تخدم من الصباح لليل في الشعب، هيك ما لازمكش يتم الاعتداء عليهم في البنوك وفي كلهم شهرياتهم، ناس تخدم وناس تسرق أحرار، لازم الناس الكل تخدم، والناس الكل تتكاتف، والناس الكل توكل، ويكون فما أمن كما قلت أمن شامل. وإذا أفلست بفعل مصاريف الديمقراطية الدولة الضعيفة ستفلس يعني إذا كان أفلست الدولة الضعيفة بفعل مصاريف الديمقراطية ستفلس الدول القوية، وهنا الكارثة المشابهة لأزمة كريز 29 معروفة كريز، واللي هي بعد كريز ما فما الفقر وفما العرال واللي يمشيوا والأمراض تنتج الأمراض والقمال اللي يجيهم والشحفية، ناس فعلا يرجعوا للعصور الوسطى. وبما أن مصاريف نظام الديمقراطية المسرع والمتكرر كل شهرين ثلاثة ديمقراطية حكومات جديدة والمتكرر قد نحى بتونس نحو الإفلاس، معناها توجه بتونس نحو الإفلاس، ستتجه إلى باقي الدول ومنها أمريكا بنفس الأسلوب المفلس. ما تقولش أني الصيني يكلم فيك، لا مصلحتك، يقول لك الصيني يقول لك الثبات أحسن، أنك تقول معناها ليس بعدوك، هو في الآخر الأمر هو إنساني. هو حطاك حمامة السلام، أنا بكري وريتك الرسمة، نوريها لك توا، فسرها لك بيك. هذا مستوحى راهو ايميتاسيون تقليدي، ماي علم الصين زاد ايميتاسيون، باش قوة الصين
تفوت الصين في ليميتاسيون، معناها فرنسا او امريكا كي تصنع تصنع سيني شكون نابليون بونابرت، اذا كان انا فرنسوا الاول يجي حفيد حفيدي سيني امل السلامي، معناها اذا كان هذاك محتاجي انا، ولا انا احتاجي صغاري لوحه الموناليزا وعلماء المستكشفين نتاع امريكا يجي سيني هذيك. القوه في الصين هو تعمل ليميتاسيون، تعمل كيف لكن باقل تكلفه، شعبي معناها رخيص الثمن. هنا انا عملت ايميتاسيون في الفيش في السلام نتاع بيكاسو، لوحه بيكاسو معناها لو بيجون اسمها الحمامه، وعطيتها معناها العرف هذاك تاع السلام. هنا اللوحه نتاعي هذه خدمت عند ياسر اول ما بديت، معناها نرسم ما عنديش الادوات الرسم، ومعناها كلي شريت الورقه هذه بسيطه ومشيت خذيت المكياج نتاعي. علاش قلت لك جبت لك حكايه الروج ليفر الكحل، وهيك اللي فوق العينين، وهكاك اللي نعملوا نزينوها الحلقه اللي فوق العينين، وزدت كان التيوب هذاك، ورسمت بالقلم القلم العين معناها الكحل، رسمت هذيك حمامه السلام وجاتني مزيانه ياسر، استحفظت عليها معناها حتى ادوات الرسم كانت خذيتها من معناها التابلو من لابوس نتاع هذه دعوة للسلام والأمن في العالم، من كما قلت من أنو ليبرتيني، معناها في آخر الأمر فما كان الإنسان، ودعوة للثبات معناها ما يكونش فما ياسر انتخابات متكررة وياسر حروب بعد تنجر عليها، وسواء حرب في الامن الغذائي ولا في التعليمي، ولا خطر فما يبدا فما ارتجاج كل شهرين ثلاثه حكومه، كل شهرين ثلاثه حكومه، معناها تنحي القديمه وتحط جديده، حتى المواطن ما عادش ينجم يقرا، معناها ما عادش كل شهرين ثلاثه ينقلوه لبلاصه، كل شهرين ثلاثه هو عاطل عن العمل، معناها التلميذ مسكين وبرا. دعوه تشرب بخور طفوليه، خاطر انا قاريه في امال السلامي، قاريه في ليكول supérieur des cadres d'enfance، وقريت زيد البازار، معناها دعوة اعتبرها من الطفل أو طفلة أنه تقول لك معناها السلام في هذا الوقت الحرج اللي تم في مجابهة المرض كورونا، السلام الأمني، السلام الغذائي، السلام في جميع الاقتصادي، في جميع الميادين، واللي كما قلت خفضوا في الثمن شوية على خاطر توما باش تجيبوا الكوارث هذه، خاطر في آخر الأمر يهمك كان حياة الإنسان، معناها قدام المرض هذاك لازم ياكل ويتغذى ويقرا باش ما يقعدلك الجهل، باش حتى الطفل معناها ما تضعفش المناعة نتاعو، والمناعة هيك الجيش الوطني، جيش على جسد الإنسان. هذي احنا جيشنا عالم تونس. تعبت من الكلام، ان شاء الله نكون وفيت وقلت اللي حشتكم به. نشبع شوية زيت البرقيبة. برقيبة نشبع له. كل شيء حتى السباحة أنا هيك، علاش نسبح هكاك كي بورقيبة زادة. أحفاد بورقيبة احنا الكل، ربي يحمي الأحفاد المتبقين تو الشعب التونسي، ربي مع الكل، معناها الكل أعمام وأحفاد. توفينا احنا، وبما أن مصاريف النظام الديمقراطية السريعة المفلس الأمريكي شنو آخر؟ انتوما تنجموا تمروا على الفيسبوك نتاع مال السلامي تلقاوهم، هذيك قلتها. كل ما يصنع يباع على الفور، وهنا قلنا كل ما يصنع يباع على الفور، يخزن كل على حدة، كل واحد في بيته، ولكل عائلة مهمة حراسة المؤونة نتاعها، كل واحد تحرس المؤونة نتاعها، فهمتش؟ مؤونة أطفالها قبل الحجر الصحي،
في جانفي او قبله بقليل، حتى قبل جانفي ماذا بيك في قبل راس العام راك خمورك. نقول لك انا حكيت لك تجربتي الخاصه انا عني ولا علاش ما حسيتوش، خاطر بطبيعتي انا ديما نخزن قبل راس العام وما خزنتش الكورونا انا ما تيباليش بها وقتها، لكن انا بطبيعتي عندي طبيعه هذيك قبل راس العام نقضي منه باش نطيب عشية راس العام وحتى في الاعياد، ومنه يا اخي وقتها خزنت خزنت كيف وبعد خلصت كورونا الحمد لله لقيت معناها ولا سينا حتى وتخلص الماء وضو، خلصت ماء وضوي على بكري انا باش ما تكررت ليش، خاطر ديما شفت خاطر كي تخليها تتكرر لك، شفت جاتك مثلا 50,000 وانت حتى الشهر الجاي يجيك 50,000 القديمه و 50,000 جديده، تزيد تعاود لك الشهر الجاي تجيك 100,000 ولا 150، فهمت؟ تجيك 150 تو فهمت، وتقعد هكاك لازمك اللي تيح وانت كي تخلص الماء والضوء تعطيهم الشهريات نتاعهم الاجر نتاعهم باش تصب في الميزانيه ويخلص الاجر نتاعهم، ما يقعدش تخرج يطلبوا في قرض، خاطر كي يطلب لك قرض هو يبيع لك الماء مورد الرزق نتاعك، الماء والضوء تبيعه انت تخيل روحك انت كدوله حره، دوله تونس دوله بورقيبه يصبح الماء تابع دوله اخرى تابع افريقيا مثلا ولا اي بلاد اخرى، كيفاش الماء نتاعك معناها نقعد عطاشه تغضب علينا افريقيا نقعدوا ما ناكلوش الماء نتاعك ما نشربوش، الماء عمره ما ينجم ياخذ القرض ويكون رهنيه في يد دوله اخرى، عندك الحاجات الحيويه كيما الضوء والماء والماكله والكل والضروري والمكتب والكل هكا تونسي تونسي 100% تونسي 100% سيني تونيزيا ميدان تونيزيا، فهمتش؟ ما ينجمش يكون تابع لصحتك، لصحتك لازم يكون اللي كنتي تابع تونس، حتى باش تنظفوا تونسي تنظفوا روحك خاطر ياسر حاجات راهو يجيو العقارب وكل الحنوشه وكل الكل يتلموا في السد، السد يلزموا يتبنى سيمان ويترجل ويتغطى مش يقعد هكاكا، وتنظاف وتتنحى كل وشوشه وتبخ بالجافيل هيك يتحط الجافيل ويسر والخل ويسر حاجات اخرى، فهمتش؟ اني يعني وزاره الصحه تعرف الحكايه كيف هكا، هي المختصه في المجال هذا في المجال هذا هكا بالتعاون، ما تقوليش كل وزاره في جهه، لا لازم يتكتفوا الكل، ما تقوليش التاسيسي عطلنا، لا ما فيش تعطيله، زاد التاسيسي باش يقتل باش يقتل صغار ويولي خاطر الناس الكل تشرب من السد هذاك، السد لازم يكون تونسي 100% والضوء زاد تونسي 100% مش حاجه ترفيهيه هي انترنت ولا حاجه هكا بسيطه، لا هيك مواد حيويه، من الحكاية عمري ما سمعت انا الدولة شنو المياه الماء تبع افريقيا نهبط لافريقيا باش نشرب هنا الناقل شنو سد النهضة سد النهضة اللي في مصر لو عزل ما تقدر خليني زي الجمال سد النهضة ليش مصر في حالة مسكينة هي والسودان سد اثيوبيا في اثيوبيا بتجي اثيوبيا شفنا نار منين باش يعملوا هكا يحطوا له السد يولي ما عادش عندهم نار يحطوا بالشهر بالعطش معناها السيسي ومسكين تحيات للمسار والكل في صراع كبير على قطره ماء معناها تخيل النيل ما تلقاوش نيل تعرفوا هذا اللي راهو يصير كيما في حرب العراق توا دجله والفرات ما فماش ماء خاطر فما سدود فوق فهمتش توا يصير معناها تخيل انت مصر والصحراء اللي فيها وكل ما يلقاوش باش ياكلوا وهم يعملوا زراعة الأرز وكل شيء هيك اقتصادهم سلاحة كيف نحنا معناها جوج مكثرة هما سد أثيوبيا وإحنا بعنا السد بكله معناها بيع مصر يمكن سماوها باش يبيع مصر بكلها كيف إحنا نبيعوا السد بكل القرض في إفريقيا القرض في إفريقيا ولا شنو هو يشريها لإفريقيا مش يعمل هو استثمار يعدي جعب في إفريقيا على حساب السد بتاع تونس نخسروا استثمارات في افريقيا مش في بلادي تحسبوا عليا الواش يبخوذوا يحسبوا على افريقيا والواش تشري بيه وتقول لك ما تخلصش الماء وبعد تجي تقول لي يعني نحب طرد للاجور وبيعوا لافريقيا بعد تجي تشرب ناخذ رخصه مطلب من تنسيسي وبعد افريقيا سمعني بالغليني نظرت
خليني راني انا انسانه مواطنه عاديه وتنجم تقول جاي حسابني خوكم لا لا الساعة 7:30 إلى 1:00 بعد الزواج مع فسحة
تتوسط مدة الدراسة الصباحية مع الوقاية في الخفف الأيدي والحماية وكل شيء والمأكولات، خاطر حصة واحدة ما يقعدش ياكل لك غادي ويجي احتمال يجي المرض نتاع كورونا، معناها ماذا بيك تعمل له حصة واحدة يفطر الصباح بالباهي بالباهي والبعد يروح يفطر في داره، والعشية عنده يستغل الوقت بعد ما يرتاح للترفيه ولا السباحة ولا اللي هو، عم يوفر كل شيء. أنا الجزائر اقتنعت عملت لوزان خواؤو جراء الحجر الصحي، ولابد من تقديم برنامج انطلاق السنة الدراسية الثانية إلى شهر أوت، والعمل بحصة واحدة للتحصل على ثلاثيتين، أقل شيء تتحصل على ثلاثيتين، أمنتي ماذا بيك تقري البرنامج الكل، في كل حصة قري زوز دروس، بضمير اعتبر الإنسان، ما تعتبرش أنك تقبض في أجر. قبل الحجر الصحي وأخذ الجوائز حتى لا تبقى في فراغ علمي جراء الحجر الصحي، ولابد من تقديم برنامج انطلاق السنة الدراسية الثانية، معناها كما قلت شهر أول، كما أنا خطر هنا بالعكس نقرأ، كما من واجبكم تدريس أطفالكم أكثر دروس ممكنة لانتهاء البرنامج قبل الحجر الصحي وأخذ الجوائز حتى لا تبقوا في فراغ علمي، والكثير من المصاريف الأخرى فلن يعينكم سوى الله والعقل والسعد، كما من واجبكم تدريس أطفالكم أكثر دروس ممكنة لإنهاء البرنامج، ولن يهتم بكم أحد لأن الطرفين في أمريكا سينزلوا القناع بعد الانتخابات بعد 24 نوفمبر، القناع هذاك متاع الانتخابات ومتاع انتخبني وكل باش يتيح، وكيتيح يتيح شعوب في بعضها على مصاريفهم قريبة الانتهاء، خاطر حطوا مصاريفهم الكل، المصاريف الكل وكدعم في الانتخابات، تخيل روحه باش ينهار، معناها ما عندوش الميزانية كل صرفة وتنهار، معناها تخيل قيمة الفقر، تخيل قيمة النفسية اللي سقط في الانتخابات، شنو باش تكون الرياكسيون تاعو وهو في يده ينزل على زر القنبل. فهمتش على مصاريفهم القريبة قريبة الانتهاء جراء الانتخابات والإشهار في معنى هنا مما يتسبب في ظهور الموجة الثانية لكورونا، هنا الموجة الثانية لكورونا والحجر الصحي قد يصل خلال أول شهر جانفي لأنه يأخذ شهر لوصوله للدول الضعيفة اللي احنا هو في تداعياتها وتأثيراتها الصحية، يوصل بشوية بشوية الكورونا تبدأ تتعدى بشوية بشوية بفعل البرودة، برودة الطقس على العامة على الناس وعلى الأطفال خاصة، فعليكم حماية شعوبكم وأطفالكم بتوفير الأمن الغذائي في بيوت العائلات بثلاجة تحفظ الأكل، اشترك الكونجيلاتور هذيك يرفع كل شيء ويقعد لك أشهر، الأكل من يتسوت معناها، والحشرات اللي قلنا هكا القوارض الفرافط هذوكم والسترات لمدة طويلة، ولكي يعتمد الكل على نفسه لأن الدولة لا تتحمل مصاريف موجة ثانية، راهو يقبل عليك السترات هذيك يعطيها لك يا ربي فيها، فهمتش؟ ولن يهتم بكم أحد لأن الطرفين في أمريكا ينزلوا القناع على مصاريفهم القريبة الانتهاء جراء الانتخابات والإشهار. فريمون معناها عندكم مشكلة، سواء من الفريق الخاسر أو الفريق الرابح، انتقاما من ما يجي من عند الفريق هذاك الخاسر بالانتخابات، في كل الأحوال هناك عواصف وبرودة الطقس، في كل الأحوال لأن الانتخابات تنتهي يوم 23 أكتوبر وقد يبقوا من الأسبوع إلى أسبوعين أقصى شهر، وتبدأ العواصف والكوارث الطبيعية، ما يكفي عائلته بعد العواصف وما بعد الانتخابات الأمريكية وظهور مرض الكورونا والحجر الصحي أقصى أول شهر جانفي. هذا أنا كتبته وراء وكتبت لكم سلامي. كتبت لكم خليت لكم في باش تقراوا وشويه ترفيه زيدا باهي، انو الكل تنجموا تشوفوه الناس الكل علنا، انو خليت بوبليك اوكي وشويه اغاني.
انا شفت الود في فيضانات، انا هذا كتخيل الطفل هيك باش يشقوا معناها كلي هنا نوريكم. شفت البحر غرق من الامطار، انا هنا اغزر اغزر اغزر. شفت الكراهب والناس لازمك تحط في اماكن عاليه. اغزر البحر، اغزر التبروري، اغزر الثلج. شفت هيك اللي فلاحتكم لازم تخملوا عند المواطنين، خاطر حتى كل اللي عند الفلاح يتنقبلوا وما عندوش وين يخمم. معناها كل مواطن ياخذ المؤونه نتاعو. اغزر السدود، كيفاش شفت كيفاش يهبط الماء منه يفيض يمشي. اغزر السد هذا كيفاش مع الحروب، كيفاش تفلق السد الاخر. يعني الحروب هذيك الحرب العالمية متاع اليابان، حرب طويلة هذيك التاريخ، تاريخ اليابان. أنا شفت أنا من أنا الحرب هذيك أصل الانتحارات الحرب. نفسر لك أنا أحسن ملك هذيك عجبني، يعجبني. شفت مازينو يشبه البلموندو، محلاه مازينو ما شاء الله. الملك جدنا جدنا الملك عبد العزيز آل سعود. أنا البيسين أنا هكا هنا هنا في الجيش انا وقتها اللي تدربوا. اوكي هنا قريت الاطفال اللي انا قلت لكم وردوا بالكم على اطفالكم. هنا بالنسبه للتقاعد، راهو اذا كان ما تخدمش فعلا ما تلقاش تقاعد كما قالوا، لازمك تعبي ميزانيه الدوله وتخدم وتصب في الدوله، في ميزانيه الدوله باش تجيك الاجور. اوكي عليه السلام. الانتخابات هيك انتخابات هنا في ال انتخابات وقتها انتخبنا كما نقولوا الزبيدي ونمرو 10 هكا، وبعد عملنا قيس سعيد، حاولنا الكل قيس سعيد، وانتخبنا النداء زاد النداء. يعني هنا في النداء، النداء افاق يا ربي افاق، ومشينا مع النداء مع الزبيدي افاق افاق تونس. اوكي ربي معاكم. نكلم جماعتي نفيقهم انا اللي نعرفهم، نفيقهم باش ما يقعدوش شكاكه. حضر المؤونه نتاعك وشيخ انت وصغارك، ما يكلمك حد، اعمل اش تحب باهي. ربي معاكم، امل السلامي، بيزو، ربي معاكم، امل في السلام.